بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم كلكم بالمحاضرة الثانية في دبلوم الدراسات الفلسطينية 2017-2018. محاضرتنا اليوم بعنوان محطات تاريخية في القضية الفلسطينية 2، وكان عندنا الأسبوع الماضي محاضرة تاريخية عن محطات تاريخية في القضية الفلسطينية 1، وعملنا واجب صغير إنه اللي بيقدر يشوف الواجب فيكم تقدموه لتبعتوه لصعب لسماع، ما تأخرت، هنا احنا في البدايات. اللي عملوا الواجب اللي هو حضور فيديو حول هل باع الفلسطيني أرضه، لو بدهم يجاوبوا على هذا الجواب هم هلأ كل تلخيص تبعتوه للأكاديمية على أساس إنه تقدروا تقدموا الواجب بشكل رسمي. ولكن هلأ بضمن المحاضرة تبعتنا خلينا كل واحد فينا يقول بجملة واحدة، ماشي؟ لما بيقول له لا ما باع أرضه، ما هي الجملة الإثبات، الحقيقة الإثباتية المعلومة اللي بدك تعطيها لهذا الشخص؟ في شخص بيجي يقول لك الفلسطينيين هدول مش إنهم تهجروا ولا إنهم هم طردوا من فلسطين، لا، وإنما هم باعوا أراضيهم، يعني بمعنى إنهم هم باعوا فلسطين. وعليكم السلام يا صبحية. بجملة واحدة شو الجملة الحقيقة اللي بدك تقولها؟ جميل جدا، جميل. خلينا نركز، ممتاز، كل المعلومات اللي عم تعطوها سليمة. التي أخذها اليهود قبل حرب 48 كانت 6%، شو يعني؟ يعني هبة كمان عم بتقول إنه سنة 1948 إمتى بدوا هم الصهاينة يحاولوا يشتروا أراضي بفلسطين؟ إمتى بدت الصهيونية المسيحية يحاولوا يشتروا أراضي بمنطقة فلسطين؟ إمتى؟ حكينا بالمحاضرة الماضية، صح؟ لا، ولا بال 1882. 1882 صار فيه بشرياً صهاينة بيجوا بينتقلوا على فلسطين، بس امتى حاولوا يبنوا اراضي؟ ايوه 1860، ابراهيم اعطانا الجواب الصح. 1860 بدايات انه يحاولوا يشتروا اراضي بفلسطين. ف بدوا يحاولوا يشتروا هاي الاراضي، ضلوا يحاولوا يشتروا اراضي لعند ال 1917 لما دخل الانتداب البريطاني. لما دخل الانتداب ملكهم الاراضي المشاع والاراضي المملوكه، مش سهل التسريب بقدر ما ملكهم مساحات من الأراضي اللي هي تابعة للدولة، بتكون أراضي مشان يعملوا عليها المستوطنات الصهيونية. فبالتالي من 1860 إلى 1917 اللي هو وجود الانتداب، وبعدين الانتداب قعد 30 سنة من 1917 ل 1947-48، في هاي الفترة كله مجموع ما سيطر عليه الصهاينة من 1860 إلى 1948 كان فقط 6% من مساحة فلسطين. وهذا السبب اللي خلاهم يعملوا التطهير العرقي والتهجير، يعني هم حاولوا فعلا يقنعوا الفلسطينيين إنهم يبيعوا أراضيهم، وفعلا في بعض الفلسطينيين باعوا، بعض كثير منهم ما كانوا فاهمين إن هدول صهاينة بدهم يعملوا استيطان إحلالي. يعني شخص في 1910 يجوا له يقولوا له احنا بدنا نشتري منك قطعه الارض هاي، ويبيعهم زي كانه بيبيع ليهودي عربي او لمستثمر الماني او لرجل دين امريكي، ما له علاقه. بيع الاراضي في هاي المرحله كان بيع طبيعي وعادي. لما بدوا الفلسطينيين يتفطنوا انه في بيع اراضي بصيغه فعلا استيطان واحلال، كان هذا الكلام في الثلاثينات، وساعتها كان في دعوات واضحه ضد اي حدا بيبيع ارض. هل في بعض العملاء او اللي كانوا فعلا فاهمين انه هذا فعلا صهيونيه وكذا عربي او فلسطيني باع؟ يمكن في، يمكن يكونوا نسبه مئويه محدوده، زي ما هلا في عملاء بال 2017 في كل العالم بكل دوله، هدول عملاء، هذا شيء طبيعي وعادي بيحصل في كل الشعوب. لكن الحركه الصهيونيه رغم كل الاموال اللي كانت عندها حاولت بكل جهدها إنها هي تشتري أراضي فلسطين، وفشلت في النهاية إلى فقط إنها تشتري
6% مش بس شراء، شراء وتمليك مجاني بالانتداب البريطاني. مش ديان طبعا، وكثير كثير اصلا هم ما كان عملوا التطهير العرقي، وما كان عملوا التهجير، وما كان عملوا طرد السكان لو كان عندهم اراضي كافيه ينشئوا عليها الكيان الصهيوني. لانه ما كان عندهم هاي الاراضي الكافيه اضطروا انهم شو يعملوا؟ يطردوا السكان ويسرقوا الاراضي ويحطوا ايدهم على هاي الارض اللي طردوا سكانها وملاكها الاصليين. هلا استخدموا كل الانواع، وفي طبعا لبنانيين كانوا رجال اعمال كبار، منهم عيله سرسق، معروف القصه انهم هم باعوا جزء من اراضي مرج ابن عامر، وهذا مبكر جدا جدا. ولكن الفكره الاساسيه انه البيع هذا ما نجح في النهايه، وهذا الجواب اللي بتقدروا تعطوه لاي حدا بيسألكم في موضوع البيع. طبعا لما يكون عندنا مؤرخين بريطانيين وحتى اسرائيليين، هذا بقوي انه مش بس العرب والفلسطينيين اللي بيقولوا. هاي النظريه مش موجوده عند الغرب، يعني ما بتسمعوها في عند الاجانب. هاي منتشره بسبب ان اللوبي الصهيوني بحاول ينشرها في منطقه شمال افريقيا بشكل خاص، وفي منطقه الخليج بحاول ينشر هاي الفكرة كجزء من انك تعمل يعني شيطنة الفلسطيني، هي جزء من محاولة شيطنة الفلسطيني. تمام، خلينا ناخذ الشاشة اللي بعدها. اتفقنا انه احنا ما عم نحكي في هاي المحاضرة تاريخ كل فلسطين، احنا عم نعمل محطات تاريخية، وعشان هيك هدول المحاضرتين ساعتين ونص ساعتين ونص هما مش شمولية لكل صحيح يا طارق، الصهيونية في النقاشات تبعتها ناقشوا في مراحل العشرينات انه هل في امكانية بالشراء نشتري هاي الاراضي وهذول السكان ينتقلوا لمناطق اخرى بدون التهجير وبدون استخدام الارهاب، وبعدين فهموا انه مش ممكن، وعشان هيك لجأوا للارهاب بداية بأواسط الثلاثينات وتعمق لعند التطهير العرقي الكبير بين 47 و49، لكن الصهاينة ناقشوا ذلك، ناقشوا هذا. بالضبط يا ابراهيم، الهدف شيطنة الفلسطيني عشان ما نناصره. وهذا الشراء لليوم مش ناجح معهم، بالضبط، الصهاينة بتمنوا لو كل واحد يبيع داره ويطلع من فلسطين وتطلع فلسطين كاملة بدون الفلسطينيين، يعني هذا حلم الصهيونية. تمام. خلينا هلا نراجع دورتنا احنا ايش؟ الاسبوع الاول حكينا من 1799، واخترنا هاي السنه مش لانها بدايه التاريخ حول فلسطين، لا، هي بدايه انه في قائد سياسي اجى يحكي لليهود انه انا ممكن اساعدكم تستوطنوا بفلسطين. مش مفكر، لا، سياسي، وسياسي مهم وعنده حملة مهمة، ومن دولة إمبريالية كانت في هذاك الوقت استعمارية. بالضبط، عرفنا نابليون بونابرت، لكن ما ضبطش مع الأمور وحملته فشلت. لل 1925، ليش اخترنا هذه السنة؟ هاي السنة كانت نهاية وجود هربرت سيمون اللي هو أول مندوب سامي بريطاني يهودي صهيوني في فلسطين. هو أول مندوب سامي بريطاني، واللي قعد 5 سنين في فلسطين، كان من مهندسي تصريح بلفور الأساسي، كتب وثيقة اسمها مستقبل فلسطين 1915، إجا يطبق اللي كتبه في هاي الوثيقة اللي قدمت لرئيس الوزراء في بريطانيا ولوزراء البريطانيين كلهم، كانت وثيقة سرية، هو هربرت سيمون. احنا اتفقنا انه هو هربرت سيمون. اليوم بدنا نحكي من 1925 لل 48. في داء الدبلوم كثير انتم رح تحكوا بالمعاصر، المعاصر هذا مرتبط بالماضي، عشان هيك لازم نفهم جيدا جيدا ايش يعني مندوب سامي بريطاني. يعني زي اهم حاكم بريطاني عسكري مدني، يعني هو بيسيطر على الجيش البريطاني وبيسيطر على الحياة المدنية في فلسطين من كل النواحي، من نواحي القوانين ومن نواحي العسكر ومن نواحي التعليم كله، يعني بمعنى الحاكم في فلسطين. هو كان هربرت سيمون بتعيين، طبعا عينوا الصهاينة لأنه هو صهيوني، كان وزير بريطاني وكان رئيس غرفة التجارة. مش بس حاكم عسكري، حاكم عسكري وإداري ومدني، يعني زي ملك سموه، ماشي؟ حتى هو كان يتصرف كأنه يعني هو القائد الأوحد في فلسطين.
تمام؟ هلا رح نتعرض له، نرجع اليوم نحكي عنه هيربرت سومرل. ممثل الملك، نعم هو ممثل ملك بريطانيا كان وقتها، صحيح. تمام، ناخذ الشاشة اللي بعدها. شو عندكم قبل ما نبدا بالاسئله؟ نرجع للشاشه اللي قبل، انا وعدتكم انه نخصص 10 دقائق قبل ما نبدا، احنا رح نرجع نعيد شويه المرحله الاولى عشان نربطها. بس مين عنده سؤال ما فهمه من المحاضره الماضيه؟ يعني اشكاليه في شيء معين حكيناه المره الماضيه لانه ما كان عندنا وقت كافي للاسئله والاجابات. فخلينا نخصص 10 دقائق لاسئله عن اشياء مش مفهومه، ما بدنا ندخل مواضيع جديده. بس اي حدا ما فهم فكرة معينة طرحناها أو معلومة معينة ما كانت واضحة عنده بعد ما درس المادة كمان صار عنده خربشة فيها أو عدم إمكانية للربط، حابب يسأل عنها في يسأل هلأ، فينا نكتب السؤال. احنا قلنا إنه ليونيل روتشيلد اللي استلم تصريح بلفور، ماشي، سؤال سؤال، خلينا بالسؤال الأول والثاني وبعدين نفتح مجال لأسئلة أكثر، خلينا بسؤال سؤال عشان نجاوبهم بدقة. حمدي، ليونيل روتشيلد أبوه والتر روتشيلد كان هو رئيس اليهود، مش الصهاينة، التجمع اليهودي في بريطانيا. جزء كبير من هذا التجمع على وجه التحديد كانوا صهاينة. فلما توفى الأب بشهر 2 1915 استلم ليونيل روتشيلد، صار بارون، عشان هيك بقول لك ايش البارون روتشيلد استلم هو، وعشان هيك هو استلم تصريح بلفور على اساس يسلمه للاتحاد الصهيوني البريطاني. شو الفرق بين وعد وتصريح؟ هذا مهم جدا، خاصه انه عندنا حمله هلا اسمها حمله بلفور مئويه مشروع استعماري. كلمه وعد لم ترد في تصريح بلفور على الاطلاق، لا في نصه ولا في كلامه ولا ايش، وبالتالي الترجمة الحرفية هي بلفور ديكلاريشن. ديكلاريشن يعني تصريح، وهذا التصريح يعني هو تصريح سياسي قررت بريطانيا انها هي تعطي للصهيونية. أهمية القانونية تصريح بلفور انه صار جزء من صك الانتداب، لما صار جزء من صك الانتداب صادقت عليه عصبة الأمم 1922، صار جزء من القانون الدولي وصار إلزاما على بريطانيا انها تطبقه، وبريطانيا هي اللي اصرت انها تدخله بصك الانتداب. عيلة روتشيلد هل هي المانيه اصلا؟ بعرفش، بس هي روتشيلد في قسم فرنسي في قسم بريطاني، اثنين مش على يعني مش من جد واحد في النهايه، لكن بيقربوا بعض وهم من العوائل الغنيه جدا واللي كان لها بالبنوك في اوروبا. ليش لغوا مشروع اوغندا واتجهوا لفلسطين؟ لانه الصهيونيه قالت انه اذا بتغطي حالها بشكل ديني، يعني بمسوغ ديني انه كان في يهود في فلسطين وكان في من 3000 سنه دوله لليهود في هاي المنطقه، ساعتها ممكن انهم يجذبوا ناس اكثر لهاي المنطقه، زائد انه بريطانيا تحمست اكثر بعد بدايه الحرب العالميه الاولى وصار عندها سيطره على هاي المنطقه الجغرافيه، بالنسبه لها هاي منطقه جغرافيه كثير اهم استراتيجيا من اوغندا وكينيا. فإحنا اتفقنا إنه اسمه هو مشروع أوغندا، أوغندا بروجكت، بس هم كانوا بيحطوهم في كينيا، إن كينيا كانت جزء من أوغندا هذاك الوقت. شوف هلا السؤال تبع ابتسام، لأني ما فهمت شو اللي شو سؤال ابتسام. شوي شوي. ما بيمنع إنهم يكونوا يهود. ما فهمت. خلينا نشوف. ممكن توقفوا كتابة الأسئلة عشان شوي شوي أفهم شو اللي صار. شادي بيقول بالنسبة للوثائق السرية هل تم عرضها لاحقا ضمن الأرشيف البريطاني أم وردت فقط ضمن مذكرات هذا؟ أوكي، لو سمحتوا شباب وصبايا نوقف نكتب على الشات عشان أقدر آخذ سؤال سؤال من المجموعة. هلا الأرشيف البريطاني بعض الأرشيف البريطاني هو تم الكشف عنه بعد 30 سنة، في بعد 50 سنة، وفي ما انكشف ابدا هذا الارشيف البريطاني. فكل الوثائق اللي راح تشوفوها كمان في برنامج عملته في الوثائق اسمه النكبه، في اكثر من 300 وثيقه كثير منها كانت سريه، هلا متاحه لكل الناس بالارشيف البريطاني. ولكن الارشيف الصهيوني اللي هو ارشيف الهجنه
بعضه فتح فقط للمؤرخين اليهود الصهاينه الجدد، وبعد اطلاعهم عليه اغلق. وبالتالي الارشيف الهجنه والارشيف الصهيوني انصار فيه هيك، بس الارشيف البريطاني لا، لانه الارشيف البريطاني لما ينفتح عمره ما بيرجع يتسكر. تمام، هلا خلينا نشوف شو ال قلنا الدولة العثمانية ليش مكنت اليهود من فلسطين؟ مش اليهود الصهاينة، في يهود دائما في فلسطين. العثمانيين كانوا في مراحلهم الأخيرة، كانوا الرجل المريض في المراحل الأخيرة. ب 1898 لما حاولت الصهاينة إنهم يدخلوا رسميا على السلطان العثماني رفض ذلك، لكن لاحقا بعد 1914 و1916 صار يعني صارت الدولة ضعيفة جدا، الدولة العثمانية في هذاك الوقت. اوكي خلينا نشوف ما دور العرب والرؤساء في ايش؟ ما دور العرب والرؤساء قبيل تصريح بلفور؟ كلهم كانوا الدول العربية كلياتها كانت تحت تحت الدولة العثمانية، كان وضعها كان في مجاعات في هاي المناطق، كان في لبنان في مجاعات، وبالتالي ما في يعني كل حدا كان تحت انتداب بريطاني وفرنسي، ما في دول عربية مستقلة في هذاك الوقت. استيطان إحلالي، استيطان إحلالي يعني إنك بتستوطن كمستوطن، مش بس بتيجي بتقعد في هاي الأرض وبتستغلها، بتحل محل للسكان الأصليين، تمام؟ يعني في استيطانات كثيرة بتروح المنطقة بتستوطن فيها بتستثمر وبتروح على بلدك، هدول لا، استيطان إحلالي بيحلوا محل السكان الأصليين. تمام، خلينا نعرف شو في سؤال كثير طويل هنا. متى تصاعدت الهجرة في فلسطين؟ صعدت بعد الانتداب البريطاني، هذا رح نحكي عنه هلا في هاي المرحلة في العشرينات والثلاثينات. طبعا رؤوس الأموال الكبيرة كانت عند الصهاينة أيا كان جنسهم، مش كلهم لا. لأنه ما كانش عندهم رؤوس أموال ضخمة تحتاجوا قوة انتداب كبيرة اللي هي بريطانيا اللي تحتضنهم. شوي شوي صار عندهم نفوذ وصار عندهم أغنياء يدعموهم. لكن في البدايات اللي بنحكي عنها احنا اللي هي قبل تصريح بلفور ما كان عندهم اللي عندهم اياه هلا. وجهه دينيه اوكي. هل فقط اليهود المعدمين استوطنوا في المراحل الاولى؟ نعم. يعني في المراحل 1882 لعند الانتداب البريطاني 1917 معظم اللي اجوا كانوا من شرق اوروبا، من روسيا، من اليمن، وكثير منهم غالبيتهم العظمى كانوا فقراء، ما كانوش من الأغنياء، لأنه ليش الغني بده يترك البلد اللي هو قاعد فيها وبده يروح؟ هل كان في وعي مبكر فلسطيني أو عربي؟ هذا سؤال مهم، خلينا نشوف شو قصته بالضبط. هل لازم أقرأ النص كاملا عشان أفهم السؤال؟ عن عائلة روتشيلد، هل كان هناك وعي مبكر فلسطيني أو عربي بخطورة ما يحضر له قبل تصريح بلفور؟ لا، طبعا كان كل هذا سري لعند صدور التصريح لأول مرة. ماشي، من الصهيوني أوكي أن يشتري بلد بأكمله، لماذا اعتمد الصهيوني مبدأ الشراء؟ لأنها هي استيطان اقتصادي، بده يشتري الأراضي ويحط الناس. وين بده يحط هدول الناس؟ بده يجيب صهاينة من اليمن، وين بده يحطهم؟ بده أرض، بده يبني مستوطنة، بده يبني مصنع، بده يشغلهم بالأرض، صح؟ وين بده يحطهم؟ فهو استيطان إحلالي بحاول إنه يشتري أرض منشان يحط الناس فيها. تمام، خلينا نشوف هبة، الشخصيات اليهودية التي عملت على وعد بلفور، شوي شوي بنبطل نقول يهودية، يهود صهاينة، وبرزت في إنشاء دولتهم المزعومة، كانت مختارة بناء على مصالح الدولة والماديات، ولا كان الدين والتقسيمات اليهودية الدينية تحكم؟ لا لا، معظم الشخصيات القيادية الصهيونية الدينية كانت علمانية، ما كانوش أبدا لا يروحوا على الكنيس ولا لهم علاقة، بس كانوا يتلونوا ويستخدموا الدين فقط. ألم يكن اليهود هدف ديني وهو الهدف الرئيسي؟ لا،
الصهاينة اليهود القياديين كانوا علمانيين، يعني هيرزل نفسه وايزمان بن غوريون ولا شيء، بس كان يلعبوا لعبة الدين. مين اللي فعلا الدين لعب عندهم دور؟ الصهاينة المسيحيين، مش الصهاينة اليهود. الصهاينة المسيحيين كان منهم جزء يؤمن أن عودة اليهود إلى فلسطين سيؤدي إلى نشوء دولة الخلاص وعودة المسيح. ففي أشياء مختلفين. إذا الدولة العثمانية كانت متحالفة مع بريطانيا في ذاك الوقت، نعم، في الباحلة الأولى كانت متحالفة مع ألمانيا وظلت متحالفة مع ألمانيا. كان في لما بريطانيا في الحرب دخلت ضد ألمانيا صارت ضد الدولة العثمانية، ومع بريطانيا طبعا كانت فرنسا وإيطاليا. إنه إحنا لا يمكن مقاضاة بريطانيا رغم وجود وثائق بتسليم فلسطين الصهيونية، لا، أنا قلت نحن لا يمكن مقاضاة بريطانيا على تصريح بلفور، ولكن نستطيع مقاضاة بريطانيا على الانتداب العسكري لفلسطين. وطبعا هذا يتضمن مش بس تسليمها للصهاينة، هي شاركت في التهجير والتطهير العرقي، واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، مشاركة الجنود البريطانيين نفسهم في تهجير الفلسطينيين وإنشائها لدولة داخل الدولة، اللي هو التسليم هذا صار تدريجي. لماذا طلب الرئيس الأمريكي أن تكون موافقته سرية؟ لأنه كان عنده حرص شديد انه في هذاك الوقت لا يوصم بعلاقته بالصهيونيه، لسه مش مبين شو العلاقه ودرا ويلسون، لكن بعدين طبعا انكشف الامر. كثير مرات بيطالبوا انه يكون صهيوني. هل كان بيع الفلسطينيين الاراضي اليهود يتم باعتبارهم مواطنين يعيشون في فلسطين، ام انهم كانوا يعلمون بنيتهم في تكوين وطن قومي لهم؟ لا طبعا، لم يكونوا يعلمون بنيتهم الا لاحقا، لما شافوا بعد 1920 و1922 و25 إنه هادول عم بيتحكموا بفلسطين بمساعدة الانتداب البريطاني العسكري، ساعتها فهموا الفلسطينيين. ولكن قبل هيك لا، كان عبارة عن شخص مستثمر جاي بيستثمر بهالبلد، بياخد دنم، هذا الدنم بيعمل عليه أرض زراعية أو مصنع أو ما شابه. ما بدنا ندخل كتير يا علي بتوجهات حكومة الاتحاد الترقي، لأنه في كتير كتب عن هذا الموضوع، أنا مش الشخص اللي كثير مناسب إجابة هذا السؤال، بس ممكن فينا على الصوت والصورة واضح؟ تمام، رجع؟ ممتاز. هلأ شوي شوي بترجع الصوت والصورة، تمام. هلأ كنا إحنا في الشاشة رقم 3-4 اللي هي الأسئلة، كنا بنجاوب على مجموعة من الأسئلة ممتازة عن فهمكم واستيعابكم للفكرة اللي صارت. كنا بنحكي انه هل الفلسطينيين او العرب حتى اللي كانوا الصهاينة يجوا لهم تحت جنسيات مختلفة، هذا سويسري وهذا امريكي وهذا فرنسي وهذا الماني وهذا روسي وهذا يمني، بدهم يشتروا اراضي، بدهم يسكنوا عندهم، بدهم يعلموهم اشياء، هل كانوا يعرفوا عن المشروع الصهيوني الاحلالي؟ طبعا في هذيك المراحل لا. الصهيونية هي مش حزب سياسي، هي عقيدة يا ياسمين، وهذا إشي مهم إحنا كفلسطينيين نفهمه. يعني إنه اللي بيصير صهيوني كأنك أنت بتنتقل لدين اسمه الصهيونية، بس إحنا ما بدنا نقول للناس إنه هو كأنه هو دين، بس كأنه هو عقيدة، عقيدة أساسية فيها مفهوم بعضه استيطاني إحلالي توطيني، يعني بيوطن هدول الناس بفلسطين، وبعضهم ما بدهم يوطنوا الناس بفلسطين، بدهم يدفعوا شيكات ويضلوا برا، عندهم الفكر الاستيطاني الاستعماري ولكن ما بدهم يعيشوا بفلسطين. عشان هيك في كتير صهاينة مسيحيين وصهاينة يهود موجودين برا. نعم هي حركة عالمية، بس هم لما حتى بيسموا حالهم موفمنت، هم مش موفمنت، هم عقيدة أكتر من إنهم حركة. ماشي؟ في صهاينة عرب للأسف، فبالتالي في صهاينة مسلمين تقدروا تعتبروها كويس، بس الصهاينة القياديين هم مسيحيين ويهود، وفي صهيونية مسيحية يهودية، يعني صهيونية داش مسيحية. هلا خلينا نيجي أسألكم عن الشاشة اللي ظهرت عندنا اللي هي الشاشة رقم 5. إيش هاي الصورة؟ هاي الصورة كتير مشهورة. يا شادي، موجود لحد اليوم صهاينة مسيحيين في فلسطين، ما لهم علاقة اطلاقا بالمسيحيين الفلسطينيين طبعا، اوكي؟ هدول صهاينة اسرائيليين مسيحيين مش يهود، موجودين برا فلسطين وجوا فلسطين. بالضبط، هذا مؤتمر بازل، مش اجتماع، هو مؤتمر، هو اول مؤتمر للحركة الصهيونية.
1800 وامتى؟ و97 مش 98 صح؟ 1897 في سويسرا في بعدها. ممتاز. مش كل صهيوني هو إسرائيلي، بس كل إسرائيلي يعيش داخل إسرائيل كمان مش كل إسرائيلي هو صهيوني. يعني في كتير صهاينة برا الكيان الصهيوني، وفي إسرائيليين ولدوا إسرائيليين هم ضد الصهيونية. تمام؟ هلأ هذا المؤتمر شو كانت اللغة اللي كانوا يحكوا فيها؟ حكينا إحنا في المحاضرة الماضية صح؟ اللغة اللي كانت محكية نقاش فيها في بالضبط الألماني. بالضبط اتفقنا على هاي النقطة صح؟ ومن هون تفهموا خلفية الحركة الصهيونية الألمانية القوية اللي كانت في هذيك المرحلة. تمام؟ في حدا كتب لنا إشي طويل عريض. مروت، الصهيونية حركة سياسية يهودية؟ لا، الصهيونية اليهودية هاي ظهرت أواخر القرن 19 صحيح، ولكن أصلها كان إيش اتفقنا إحنا؟ إنه بالضبط هاي الصهيونية اليهودية، لكن الحاضنة اللي قبل كانت الصهيونية المسيحية. تمام. فبالتالي في بعض الصور المشهورة أنا تعمدت إن ما أجيبها المرة الماضية ناقشها هاي المرة، ومنها هاي الصورة، صورة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. ودائما اتذكروا عن إنه إذا في حدا سأل عن دور السلطان عبد الحميد الثاني، قلنا دور السلطان عبد الحميد الثاني كان كتير كويس في 1898 لما إجا فيلهلم الثاني اللي هو الإمبراطور الألماني اللي كان صديق لإله ومتحالف لإله، وقال له إنه بدنا نسكن اليهود بفلسطين، رفض ذلك. أوكي؟ هل إيش بدنا نقول؟ هذا الكتاب كان طبعاً باللغة الألمانية، هو كان عايش وقتها، كان عايش وقتها في سويسرا اللي كانوا يحكوا إيش كمان، والنمسا وسويسرا وكله بيحكي ألماني. ما كانش اللغة اليهودية، ما في لغة يهودية، في لغة عبرية، لم تكن اللغة العبرية حية في ذلك الوقت. أوكي؟ شوي شوي عملوها حية. رفض. بالضبط بالضبط بالألف وتمانية وتمانية وتسعين. كويس. كتاب دولة اليهود صحيح كان بالألف وتمانمية وخمسة وتسعين. خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. مين هذا الشخص؟ جبنا سيرة اسمه بس ما شفنا صورته المرة الماضية. نعم، هذا هو المؤتمر الصهيوني الأول في بازل. بالمرستون. بالضبط بالمرستون. هذا شكله كتير غير. بالمرستون هذا مين؟ من هو بالمرستون؟ جنسيته بريطاني. بالضبط، وظيفته وزير خارجية بريطانيا، هو اللي فتح أول قنصلية لبريطانيا في القدس. بالتالي بال 1839 1840 لما قنصل بريطانيا، متذكرين اللي في دمشق بعت لموزس حييم في اللي هو كان برأس اليهود في بريطانيا مشروع كامل متكامل. بالضبط، هنري تشرشل كان لما بعته لا مشروع كامل متكامل لتوطين اليهود بفلسطين. اوكي، هذا اسمه بالمرستون. هذا بالمرستون. اوكي تمام، ناخذ الشاشة اللي بعدها. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. تمام، في هذاك الوقت ما في كان تصوير صحيح، تصوير ستيل فوتوغرافي ما في، في رسم كان. فانا حبيت كمان تعيشوا فكرة القدس بهذاك الوقت، يعني لما بالمرستون ولما تشرشل كتب لموسس حيين، طب كيف كان شكل فلسطين؟ كيف كان شكل القدس؟ في رسامين كانوا يجوا مستشرقين يرسموا، هذا كتير وثائق تاريخية مهمة بالنسبة لنا عشان نفهم كيف كان الوضع. هذه هي شكل القدس. القدس كان فيها مجتمع وناس وبنيان، شايفين؟ كل الأماكن الدينية الأساسية في القدس اللي هي في القدس القديمة حاليا هي كانت موجودة في هاي الفترة. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها، مش صحراء إطلاقا طبعا. بعديها هذا بإمتى؟ بال 1877 يافا. خلينا باللي قبلها بال 1800، ناخد الشاشة رقم 8. 1877 يافا، شايفين يافا؟ هاي البيوت نفسها جزء كبير منها لليوم موجود.
لليوم 2017 جزء من هاي الهندسة المعمارية على الشط بيافا، لو تروحوا على يافا بتشوفوها نفسها. طبعا كان في مجتمع وكانوا فلسطينيين عايشين، مسلمين ومسيحيين، وكانوا يبنوا، وكان عندهم بيافا على الصيد، وكانوا يجوا سفن. فبالتالي كان في نشاط فعلا وحضارة ثابتة لا تختلف أبدا عن سوريا في هذيك الوقت، وكل يعني المطل الشاطئ المطل على البحر الأبيض المتوسط سواء في سوريا أو في لبنان أو في مصر كان شبيه جدا الوضع بفلسطين. طبعا ليش يافا مهمة؟ لأنها كانت أهم ميناء. شوي شوي الحركة الصهيونية حاولت تهمش يافا وتركز على ميناء حيفا، صح؟ وعلى وتهمش يافا وتبني تل أبيب. لحد هلا حاولت ونجحت في انه تصير يافا هي اللي هي على هامش تل أبيب بالضبط. وإيلان بابير في كتابه، أنا راح أشيل لكم في هاي المحاضرة الكتاب التطهير العرقي اللي حكينا عنه المرة الماضية، لازم تقرؤوه إذا مهتمين بهاي المرحلة. في آخر كتاب له اللي هو التن ميثس أباوت إسرائيل، العشر أساطير عن إسرائيل، لم يترجم للعربية حسب علمي لكن فيه ملخص له. لا الكتاب الأخير مش موجود بالعربي، بس الكتاب التطهير العرقي متوفر باللغة العربية. عشر أكاديمية عن إسرائيل جديد، عملوا الجزيرة دوت نت. طبعا أنا أعطيتكم في آخر المرة الماضية حول تصريح بلفور تحديدا، أعطيتكم زي 12 مرجع كتب بالإنجليزية، وإذا بتقرأ بالإنجليزية مروة ممتاز جدا لتتعمقي فيها. وآسيا عم بتركز لنا على قصة تل الربيع، وإحنا بدنا نفهم إنه تاريخيا تل أبيب لعلمكم سميت تل أبيب من قبل الصهاينة على منطقة طبعا عربية اسمها تل الربيع، لكن من 1909 يعني هم بدوا يبنوا تل أبيب الصهيونية من 1909 قبل حتى ما يدخل الانتداب البريطاني. تمام؟ ايش هي اللي ايش اسمها يا أمل؟ وضحي لي سؤالك عشان أعرف أجاوبك. موجود في آخر الملف اللي وصلك من أخونا سامر حول الملف الكامل، إذا شفتي المحاضرة الأولى الأسبوع الماضي كان معها ملف باللغة العربية وملف باللغة الإنجليزية ترجمة بالضبط لإله، حتى اللي بده يلاقي نفس الاسم بالإنجليزي يقدر يلاقيه بسهولة. ففي آخر الملف تبع الإنجليزي في قائمة مراجع كاملة اللي أنا قرأتها لحتى قدرت إني أضبط لكم هذا الملف. تمام؟ هلا نيجي اللي بعدها. أهلا يا مرة. شايفين القدس؟ مش انتوا سألتوني هلأ على السلطان عبد الحميد وعلى فيلهلم الثاني الامبراطور الألماني اللي راح عشان يقول له انه ليش ما نسكن اليهود بفلسطين؟ طب كيف كان شكل فلسطين لما راح يحكي معه؟ بال 1898 لما زار، هذه مش يافا، هاي القدس، ها؟ لما راح زارها فعلا هو الامبراطور الألماني، هو وزوجته راحوا زاروها، هاي القدس تحت الحكم العثماني طبعا. شايفينها؟ شايفين عدد البنيان؟ شايفين الصورة؟ هاي الصورة فعليا هلأ بنقدر نروح ناخد زيها. تمام؟ فبالتالي القدس عاصمة فلسطين كانت في هاي المرحلة فعلا مدينية حقيقية، عم نحكي عن 1898، ولا مقسمة ولا حواجز، مدينة سعيدة. مش بس هيك، هلأ القدس مدينة حزينة بسبب التهويد اللي فيها، بسبب إهمال اللي فيها. هل هاي القدس وقتها كانت مدينة فعلا سعيدة، فعلا الروح القدس ينبسط انه رايح على القدس، وكثير المستشرقين كلهم اللي كتبوا صهاينة ومش صهاينة مدحوا بقديش انبسطوا لما راحوا عاشوا بالقدس. خلينا نشوف اللي بعدها. الشاشة رقم 10. هذا المؤتمر الصهيوني السادس اللي هو بال 1903. ليش هذا مهم؟ ليش إذا فعلا درستوا المحاضرة الأسبوع الماضي راح تستذكروا إيش معنى هذا المؤتمر السادس؟ ست مرات اجتمعوا قيادات الحركة الصهيونية اليهودية بالتحالف مع الصهيونية المسيحية. إيش معنى هذا المؤتمر مهم تبع 1903؟ كلهم كانوا علنيين، كل المؤتمرات كانت علنية. لا مش أول تصريح بلفوري، أول تصريح بلفوري فرنسي 1799 نابليون لتعميق في الاستيطان، كان اختيار كينيا بالضبط، ممتاز.
هبة وحنين وحمدي وافقوا على مشروع أوغندا اللي هو توطين اليهود الصهاينة في كينيا، اللي هو كان مشروع بريطاني، تمام؟ توطين اليهود من شرق أوروبا بدل ما يروحوا على إنجلترا، إنجلترا ما بتهياهم تخلص من هذا الفائض اليهودي الفقير المعدم اللي بده يجي عليها، بدهوش مهاجرين فقراء وحالتهم حالة، فبالتالي قالت خلينا نوطنهم. هذا المؤتمر الصهيوني السادس وافق بالأغلبية على هذا المشروع. حبيت تشوفوا شكلهم كمان، شكل الصهاينة في هذيك المرحلة اللي كانوا يجوا. ثاني مرة يا آلاء، ليش هذا مهم؟ لأنه ناقش مشروع أوغندا، اسمه مشروع أوغندا، أوغندا بروجكت، كان مشروع بريطاني إلى فترة بتناقش، كان حول التوطين اليهود من شرق أوروبا، كان في مجازر بروسيا ضدهم بشرق أوروبا، فكلهم عم بيجوا لجوء على بريطانيا، بريطانيا ما بدها إياهم. آرثر بلفور نفسه اللي كان رئيس وزراء وقتها، ما كانش وزير خارجية، كان رئيس الوزراء، قال أنا ما بدي هدول اليهود المعدمين يجوني على بريطانيا، خلينا نوطنهم في كينيا. وهذا انعرض فعلا على المؤتمر الصهيوني السادس ووافقوا عليه بالأغلبية. هذا دليل إن هم ما كانوا معنيين دينيا بفلسطين ولا استراتيجيا بفلسطين بهذيك المرحلة، لكن هم شافوا إنه أحسن خيار ياخذوا فلسطين، ساعتها بريطانيا ودول استعمارية كثير بتدعمهم استراتيجيا زائد دينيا. ثلاثة، تخلص من فائض اليهودي في هذه المرحلة، تمام؟ أرجنتين تناقشت في كذا مرحلة قبل وبعد، ظلت موجودة، وكذا دولة مش بس الأرجنتين، فترة من فترات قالوا البحرين وقالوا اليمن، مليون محل. طيب خلينا نشوف صفت. هاي صفت بال 1913. مرات كتير نفكر إحنا يافا عامرة ميناء مهم، والقدس طبعا أساسية، القدس كان فيها قناصل وكان فيها كنائس وكان فيها المقدسات الإسلامية، يعني عاصمة مهمة. طب مدينة مثل صفت انتوا عارفينها وينها في شمال فلسطين، جغرافيا مهم ان احنا نعرف وين صفت. طبعا كانت منتجع رائع تشبه المنتجعات اللي هلأ في لبنان، جميلة جدا على الجبل بيروحوا الناس بالصيف، طبعا كان عندها أهمية خاصة، ماشي؟ هلأ بصفد لحد هلأ البيوت نفس الشكل بالضبط زي ما بتقولكم حنين، وهذا إشي كتير مميز إنه ما صار في هدم للبيوت الفلسطينية بعد 48 تقريبا، ممنوع يسكن فيها أي عربي، لو رحت تصوير عليها بمنعوك تصور، بطلعوا عليك بالحجارة وبرموا الحجارة عليك على التصوير. حاولنا كذا مرة ندخل مدينة صفد، تقريبا من المدن المغلقة تماما فلسطينية، ماشي؟ هاي مدينة من أجمل مدن فلسطين. إيش أهميتها؟ إن نعرف إنه بال 1913 يعني عشية الحرب العالمية الأولى كانت فلسطين مدنية حقيقية، مش زي ما بصوروها إن هي كانت مجموعة من الفلاحين اللي هم غير متعلمين، هذا كلام مش صحيح. كانت مدنية وكانت القرى اللي حواليها فيها فلسطينيين، طبعا هلأ ما فيها فلسطينيين، وقتها كان فيها فلسطينيين، حتى قضاء صفد مهم جدا. طبعا أهمية صفد للصهيونية، هم ليش ممنوع ندخلها؟ لأنه هم ما بدهم أي حدا يروح يصور ويفرجي كيف هاي البيوت نفسها اللي قبل 48 لسه موجودة لليوم لل 2017 واليهود الصهاينة عايشين فيها لليوم، نفس البيوت، يعني مش هدوا بيوت وبنوها، نفسها، تمام؟ طبعا القرى نفسها فيها مدارس، كان فيها مدارس ابتدائية، وكانت المدارس الإعدادية والثانوية في المدن، وكانوا أهل القرى يبعثوا الطالب على هاي المدينة إما يروح بالليل أو إنه إيش يعيش في هاي المدينة. ناس كتير كانوا يبعثوا أولادهم على القدس ويعيشوا داخلي في القدس، يعني تمام. هلأ هذا نفس الوضع كان في المدن في سوريا، في بلاد الشام، في لبنان، في العراق، يعني ما كان في فرق بين القرى في فلسطين والقرى في المناطق الأخرى المشابهة لإلها. خلينا نشوف عشية الحرب العالمية برضو يافا. شوفوا يافا، يعني يافا مدينة جميلة جدا جدا، وأيضا هي مدينة حزينة اليوم بسبب إنها هُمشت تماما، إنه حتى البيوت الفلسطينية الجميلة فيها هلأ حولوها لجاليريز فنية، يعني عايشين فيها فنانين صهاينة يهود اللي برسم واللي بنحت. حتى هاي البيوت يعني ما هدوها الصهاينة، يعني هي هاي البيوت دليل كبير على اللي صار، ماشي؟
أهملوا بعض مساجدها وبعض بيوتها، حولوا بعض المساجد لخمارات، حولوا يعني في تهويد خطير ماشي حتى المقابر. ولكن بعض البيوت اللي موجودة نفسها زي ما هي. قيساريا قصة ثانية تماما، خلينا نحكي فيها بعدين قيساريا. تمام؟ طيب هلأ دخلوا الانتداب البريطاني على فلسطين. تمام؟ شوفوا دعوة بوجهوها اليهود الصهاينة لألمبي، لإدموند ألمبي اللي دخل القدس لأول مرة بال 1917. هذا كان حاكم عسكري، هذا كان الجنرال اللي احتل القدس عمليا. اوكي، فبأواخر 1918 بيبعتوا له ألمبي اللي على اسمه في المعبر ألمبي اللي بين الأردن وفلسطين، ماشي، عنده هلا شارع باسمه بتل أبيب. فشو هاي بيبعتوا له بعد سنة مما دخل فلسطين اليهود الصهاينة في تل أبيب، فقط في تل أبيب، شو بيقولوا له؟ بيقولوا له احنا إكراما لك بدنا نسمي شارع بتل أبيب على اسمك ألمبي. هاي الدعوة بالإنجليزي وبالعبراني. هذا شو معناه؟ معناه إنه تل أبيب من 1909 ل 1918، البريطانيين دخلوا إمتى؟ 1917. من 1909 ل 1918 عندهم تقريبا حكم ذاتي. إجا ثبتوا فعلا هربرت صموئيل. يعني بال 1920 بعد سنتين من هاي الدعوة بالضبط إدموند ألمبي، هو إدموند هنري ألمبي، أوكي؟ ثبت هذا الكلام. يعني هربرت صموئيل اللي هو أول مندوب ثاني زي ما اتفقنا صهيوني بريطاني أساسا يهودي إجا على فلسطين، أعطت الأديب حكم ذاتي، بمعنى أنك أنت تتصرفي زي ما بدك، تحبي أنك أنت تسمي شارع باسم واحد، تحبي تعملي علم معين، بتحبي تعملي مصانعك، تحبي تعملي أوقات المواصلات. بدايات فكرة أنه لما هم يقرروا يهود الصهاينة في تل أبيب لحالهم يبعثوا لألمبي شو يقولوا له؟ إحنا بدنا نسمي شارع باسمك. بال 1918 سنة بعد الانتداب البريطاني لسه ما اجى هربرت صموئيل. شوفوا قديش الصهاينة كانوا وقتيها حاسين انهم بدهم يعملوا دولة داخل الدولة. اوكي، خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. هاي الخارطة اللي بال 1919 قدمها الفريق الصهيوني اللي كان رايح باسم الحركة الصهيونية لمؤتمر باريس للسلام 1919. هذا المؤتمر ليش مهم؟ لأنه إجا بنهاية الحرب العالمية الأولى. تمام؟ بالتالي قدمت الحركة الصهيونية وعلى رأسها وايزمان خارطة للبريطانيين والفرنسيين والطليان والأمريكان، قالوا لهم هي المساحة اللي إحنا بنقصدها بكلمة فلسطين. شايفين؟ شو بتضم هاي المساحة؟ شايفينها بوضوح على الشاشة؟ شو بتضم؟ بالضبط، أراضي من شرق الأردن، جزء من إيش كمان؟ الأغوار كلها يمين وشمال نهر الأردن. شو كمان؟ بالضبط، حتى لعند إيش؟ أجزاء من جنوب لبنان وأجزاء من جنوب سوريا. ففلسطين أنا بسميها كانت ناصحة شوي عند الحركة الصهيونية. تمام؟ فالحركة الصهيونية بال 1919 كانت تفكر بفلسطين هاي المساحة، أجزاء واسعة من فلسطين. شوي شوي بال 1922 ميناء إيلات اللي هو أم الرشاش بسموه، ميناء إيلات اللي هو أم الرشاش كانت ضمن فلسطين، ضمن فلسطين، عشان هيك لحد هلا بيقولوا أم الرشاش. صحيح. لكن فلسطين بعدين وقت الانتداب البريطاني ب 1922 صارت شوي شوي حدودها وين؟ فلسطين اللي احنا بنعرفها هلا، اللي هي زي الخنجر، زي المثلث، اوكي، اللي انتم حافظينه. ماشي، خلينا نركز شوي على هربرت صموئيل. ناخذ الشاشه اللي بعديها. ما تستهينوا باللي صار بالخمس سنوات الأولى من الانتداب البريطاني. تمام؟ أهلا فيك يا رولا. طلعي على هربرت صموئيل، وصل ب 9 يوليو تموز 1920، هي بخطب، خطاب تبعه الناس بيرحبوا فيه،
وهو قرر إنه شو يعمل؟ قرر قرارات كتير مهمة اللي غيرت قوانين في فلسطين. بالنسبة إلي من أهم القرارات إنه فصل كل شيء، فصل التعليم، فصل الكهرباء، فصل المي، فصل الأراضي، فصل كل شيء. هذا فصل مش طبيعي، كويس؟ وبالتالي أي إشي بيصدر بفلسطين بهذيك المرحلة، في كتير عرب كانوا معاه، كتير كتير عرب، هو حاكم على كل شيء، ماشي، كانوا يشتغلوا معاه عرب كمان. الجمهور في عرب وفي صهاينة، كان يقول للعرب احنا مش قصدنا ان احنا نأذيكم ولا راح يأذيكم اشي، كان يكذب عليهم، مع انه هو كاتب انه بده يعمل ايش؟ بده يعمل وطن لليهود بفلسطين. مش عثمانيين، شو عثمانيين؟ العثمانيين طبعا الفلسطينيين كانوا طلعوا من الحكم العثماني الى الامتداد البريطاني العسكري. خلينا نشوف رقم 16. اي وثيقة في مرحلة الامتداد البريطاني مكتوب عليها فلسطين، هم مهتمين يسموا هاي المنطقة فلسطين، ولكن هاي الورقة دائما عليها ثلاث لغات. هاي مثلا رخصة محطة التقاط لاسلكي، كويس؟ بمعنى هو بيمنح رخصة لالتقاط لاسلكي، عليها مكتوب عربي وعبري وانجليزي، عمل ثلاث لغات رسمية لفلسطين. كيف يعني فصل بين اليهود والفلسطينيين؟ يعني هل طبيعي انك انت في بلد 92% فلسطينيين مسلمين ومسيحيين و8% يهود لما اجى تقريبا هيرفرد سمائل، تقول انه اليهود لهم مدارس لحالهم والفلسطينيين هدول المسيحيه والمسلمين لهم مدارس لحالهم، هدول بدرسوا عربي وهدول وانجليزي وهدول بدرسوا عبري وانجليزي؟ هل هذا شيء طبيعي انك تعمل فصل في الدوله بناء على الدين، كل واحد يدرس في مدرسه؟ ثاني شيء شركة الكهرباء، هل طبيعي تعمل شركة كهرباء هي تعطي المستوطنات اليهودية وتعطي تل أبيب كهرباء ما إلى علاقة بشركة كهرباء العرب؟ هل طبيعي إنك أنت تعمل جيش كامل لا اليهود الصهاينة، سميه جيش الهجنة، سلحهم، تعطيهم سلاح وتدربهم وتدخلهم مع الانتداب البريطاني، والعرب المسلمين والفلسطينيين المسيحيين والمسلمين ممنوع حتى ولا واحد فيهم يتدرب انه يحمل مسدس؟ وبالتالي انت شو عم تعمل؟ عم تعطي أقلية سلطة كبيرة جدا. هاي الوثيقة وثيقة عادية جدا، بمر عليها آلاف الوثائق، وثيقة ولادة، وثيقة تمليك، وثيقة طابو، بمرحلة الانتداب البريطاني من 1918 لعند 1948. وبالتالي في هذه المرحلة كلياتها كان في ثلاث لغات، عربي وإنجليزي وعبري. كل وثيقة عليها هيك. كلمة فلسطين إذا بتشوفوا فوق في الدولة مكتوب Government of Palestine، يعني حكومة فلسطين، مكتوب بالعربي وبالإنجليزي، مكتوب كمان تحت Palestine بالعبراني، فلسطين بالعبري، وبينها بعدين إيرتس إسرائيل، حرفين ألف ويا. يعني على نفس النسخة العبري كان اسم فلسطين مربوط دائما بحرفين ألف ويا، إيرتس إسرائيل يعني أرض إسرائيل، وهدول الحرفين ما كانوش موجودين لا بالإنجليزي ولا بالعربي. وهذا بيأكد أن الخطة كانت من اليوم الأول، من اليوم الأول أنك أنت بدك تعمل، طبعا من تعلم لغة قوم أمنة شرهم. وفي عنا احنا فلسطيني الداخل في خفيف منهم نجيب نصار، كان عربي فلسطيني وطني بقرأ عبري وبشرح للناس وبقول لهم من 1919 الصهيونية ستكون خنجر في أرض العرب، ما صدقوا الناس. اللغة العبرية بدأ رسميا من 1920، من يوم ما وصل هيربرت سمائل بصيف 1920 صارت لغة رسمية بفلسطين. لكن مطالبات اليهود الصهاينة أنها تصير لغة رسمية بمظاهرات بالقدس من 1909 لعلمكم، لكن أقروها الامتداد البريطاني، ما كان ممكن تقر بدون الامتداد البريطاني. طبعا هي إحياء للغة العبرية القديمة، ولكن اسمه نجيب نصار كان عنده صحيفة اسمها صحيفة الكرمل، وهاي الصحيفة كان معاه زوجته سادة جبهائي ومعاه موظف واحد، ثلاثة كانوا عاملين الصحيفة بحيفا،
وتوفى بشهر 3/48، وكل حياته وهو يحكي ضد الصهيونية ويكتب ضد الصهيونية وما حدا مصدقه، وقبره موجود في مدينة الناصرة بفلسطين، وعنده كتب مهمة إذا بتحبوا تقرأوها. شوف الشاشة اللي بعدها. الحركة الصهيونية مع الانتداب البريطاني، ها طبعا مع هربرت سموئيل، افتتحوا الجامعة العبرية بالقدس. حكينا عن احنا هذا الموضوع بس ما وجدتكم الصور. طلعوا كيف هذا افتتاح الجامعة العبرية في القدس في اخر في يعني محصلة الخمس سنين من 1920-1925. حط هربرت سموئيل اكثر من 100 قانون لسه لليوم كيان الصهيوني اسرائيل لسه بطبقوه لليوم، نفس هاي القوانين اللي حطها هربرت سموئيل. واللي قلت لكم انه لما التقى مع وايزمان اول مرة في 1914 قال انه وايزمان كان ايش احلامه وطموحاته متواضعة. يعني سموئيل والبريطانيين الحكومة البريطانية كانت كثير اهدافها اعلى من الحركة الصهيونية. هذا افتتاح الجامعة العبرية بالقدس، حضروا عرب هذا كمان. وخلينا نشوف الشاشة اللي بعدها، الشاشة رقم 18. هنا مين اللي بخطب إذا شايفينه؟ مين اللي بخطب هنا؟ ولا صغير كتير مش مبين؟ هو اللي واقف أول واحد بالضبط، هربرت سموئيل طبعا أكيد. ماشي، هو بخطب ولبسوه كمان لبس التخريج، يعني إنه بجامعة فهمتوا هذا يعطوه دكتوراه فخرية ومش عارف إيش وكذا. أبو الأسود بالضبط، أبو الأسود هذا هو هربرت سموئيل. شوف الشاشة اللي بعدها، في واحد بخطب كمان بنفس الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية بالقدس، لابس هيك بالطو كأنه هذا الروب تبع تخريج الجامعات. لا، بلفر بالضبط يا مروة، بلفر، آرثر بلفر. استضافوه، لففوه بالمستوطنات الصهيونية. في كتير عرب، كان في كتير عرب حضروا، كتير منهم ما كانوا فاهمين ايش، طبعا كان كبير بالسن آرثر بلفور، ما كانوا فاهمين الحركة الصهيونية، بالعكس كانوا بعض العرب فرحانين انه صار في جامعة في القدس اسمها الجامعة العبرية. مين اللي بخطب ولا مين العرب اللي حضروا؟ عندي اسمائهم ببعط لكم اياهم. كذا حدا، في وفد مصري حضر مظبوط، في وفد مصري حضر وفي وفد من العراق حضر، ما كانوش فاهمين الحركة الصهيونية شو بتخطط، فكروها افتتاح جامعة زي أي جامعة تانية. اللي حابب يتبع عن أكثر، لا هي مش اسمها جامعة القدس أبدا، اسمها الجامعة العبرية لليوم، لليوم اسمها الجامعة العبرية. ولعلمكم في المكتبة تبعتها في الأرشيف الصهيوني، مش من الحكومات، من الأكاديميين، يعني دعوا الأكاديميين. طبعا هي من أقوى الجامعات في المنطقة، هذا صحيح، وهي مركز بحثي جدا مهم بالمنطقة، مدعوم جدا من البدايات، مدعوم. وفي الأرشيف تبعها في المكتبة تبعتها لليوم كل الكتب اللي سرقوها من البيوت اللي في القدس، يعني بيت خليل السكاكيني وبيت زريق وبيت كل بيوت المثقفين الفلسطينيين اللي كانوا بالقدس، كل المكتبات اللي كانت بالقدس سنة 48، كل الكتب اللي هناك موجودة لليوم في مكتبة الجامعة العبرية بالقدس. تمام؟ ودخلوها عرب طبعا، في عرب ممتازين فلسطينيين وطنيين درسوا في الجامعة العبرية، خصوصا من أصحاب البلاد من فلسطيني الداخل، هذول بيعرفوا عبري ممتاز وممكن نستفيد منهم بدل ما نهمشهم إحنا كمان فلسطيني الداخل. ما اسمهم عرب 48 يا حمدي، هذا الاسم الصهيوني ماشي، هم اسمهم فلسطيني الداخل، فلسطينيين داخل الخط الأخضر، أنا بحب أسميهم أصحاب البلاد لأنهم هم ضلوا هناك، في أسرى درسوا فيها كمان من فلسطينيين الداخل إلى آخره. نعم، هم فلسطينيون. عام 48 كانوا 160 ألف شخص سنة 48، هلأ هم فوق 1.5 مليون فلسطيني. ما كانوا عارفين المخطط. جامعة القدس غير الجامعة العبرية، جامعة القدس جامعة فلسطينية ما لها علاقة بالجامعة العبرية. هي جامعة القدس وعندها مركز في أبو ديس بتدرس طب، هي جامعة أخرى، جامعة تانية. تمام؟ ناخذ الشاشة اللي بعدها. اللي حابب يتعمق في الموضوع، في وثائقي النكبة.
اللي هو عملته طلعته من حوالي 8-9 سنوات بحكي قصة فلسطين بالكامل من 1799 لليوم، هو بأربع ساعات. هذا بلخص القصة كلها اللي عم نحكيها اليوم، تمام؟ فياسمين اللي شافته وإيمان اللي حضرته تقدروا هلأ كدراسة تشوفوه، مش كفيلم، كدراسة. هي اللينك على اليوتيوب، هو متاح بعشر لغات، تمام؟ يعني اللي إذا عندك صديق بحكي ألماني، بحكي إسباني، بحكي فرنسي، تقدر إنك أنت تبعت له إياه لحتى يعرف قصة فلسطين. إجانا إحنا الوقت صح البريك والصلاة، خلينا ناخذ بريك 10 دقائق زي المرة الماضية، بحيث إن نرجع على نعم. حتى بلغة الإشارة موجود، صح ياسمين؟ إذا في صديق لإلكم من الصم والبكم تقدروا تعطوه النكبة حتى يعرف قصة فلسطين، لأنه في كتير ناس عندهم نقص بالصم والبكم بمراجع عن فلسطين، يعرفوا عن فلسطين. عشان هيك عملناه بمساعدة زملاء بلغة الإشارة حول فلسطين. تمام، خلينا ناخذ بريك 10 دقائق، شو رأيكم؟ لليوم خلينا ناخذ الشاشة اللي بعدها. هذا الرابط الموجود اللي راح يوصلكم بالبي دي اف في العشر لغات، يعني بتفوتوا على اليوتيوب شانل تختاروا واحد من العشر لغات، العربي، انجليزي، فرنسي، الماني، اسباني، برتغالي، بلغة الاشارة، كل اللغات. اتفقنا؟ راح يوصلكم هذا الرابط. ناخذ الشاشة اللي بعدها اللي هي شاشة رقم 21، احنا لا 19. اللي حكينا 19 هي اللي بلفور افتتح فيها الجامعة العبرية بالقدس. خلينا ناخذ الشاشة اللي بعد هذه اللي هي مش 20، 21. تمام. هاي يعني احنا دائما مش انتوا فاهمين ليش احنا بنحكي دائما عن الصهاينة بعيدا عن الفلسطينيين؟ لأنه كان عندنا دولة داخل الدولة، فبالتالي في فصل كامل حتى في التاريخ، ماشي؟ يعني كانوا هم كأنهم مش شايفين الأغلبية اللي هي الفلسطينية. فإحنا هون عم نحاول نركز كمان نشوف هالفلسطينيين اللي كانوا. هذا بال 1925 المدرسة الوطنية بالقدس لخليل السكاكيني، واللي هو كان مفكر وأستاذ لغة عربية قدير جدا، حط كتب حول طريقة تدريس اللغة العربية، تمام؟ كان مؤلف مناهج لتدريس اللغة العربية. فهو هون في الصورة مع طلابه والهيئة التدريسية للمدرسة الوطنية بالقدس لخليل السكاكيني. تمام؟ اللي عندهم صدى حاولوا يوطوا الميكروفون شوي، لأنه أنا وطيته من عندي، وإن شاء الله أن تنحل المشكلة. نعم، المدرسة كانت هو مؤسس هاي المدرسة واللي حط المناهج فيها وإلى آخره، واللي بنى بيت في القدس في أواخر الأربعينات سماه الجزيرة، وسمى كل غرفة فيه باسم عاصمة عربية، يعني سمى غرفة دمشق وسمى غرفة بغداد، وكان عنده مكتبة ضخمة اللي سرقت ونهبت بعد ما هجر هو وبناته دمية وهالة السكاكيني الله يرحمهم إلى القاهرة، وبعدين رام الله و يعني خسر منزله وكتبه وكل شيء. ضل دائما يتساءل شو صار بكتبه، لاحقا عرفنا انها ما زالت موجودة في الجامعة العبرية في القدس. شوف اللي بعدها. طب شو كان وضع النساء؟ النساء اوكي، خلينا نحاول نسكر صوتي أكثر. كيف الصوت هيك؟ كيف الصوت هيك يا شباب وصبايا؟ الأكاديمية أحسن؟ اللي كان راح من عنده الصدى؟ ناس بيقولوا ممتاز وناس عندهم صدى. طيب خلينا نمشي مع الممتاز، ناخذ بس رأي الأكاديمية. ممتاز. خلينا نشوف النساء في ذاك الوقت. في النساء المسلمات اللي كانوا بالخمار الكامل، وفي بخمار شفاف، ها، وفي بدون
خمار حاطين جميع النساء كانوا يشاركوا في الحركة الوطنية. يعني لما احنا نحكي عن ثورة البراق في 1929 والاعتصامات والمظاهرات، النساء كانوا فعلا هم بيشاركوا في هذا الاشي. تمام؟ دكتور محمد ياسر عمر كتب اشي بس ما عرفنا نقرأه، مش في العربي، بالاحرف الانجليزية. اكتب لنا دكتور ايش بدك عشان نقدر نتفاعل. هذول كانوا موظفات، في منهم عاملات وفي منهم في البيت، ماشي، اللي هو نساء يعني جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية. تمام، هلأ الصوت كيف دكتور؟ واضح؟ أنا وطيت الميكروفون، أوكي ممتاز، اتفقنا. خلينا نروح على الشاشة التالية. هاي شارع في مدينة القدس في الثلاثينات، ما قدرنا نوثق السنة بالضبط. وين ما قدرنا نوثق السنة بالضبط ماشي وحطينا، وين ما قدرناش خلينا ايش هذا بالثلاثينات بشكل عام. في هذه الفترة في الثلاثينات في أهم إشي اللي كانت ثورة 36-39، صح؟ خلينا ناخذ الشاشة اللي بعدها. في الثلاث سنوات هاي اللي هي الثورة الكبرى من 36 إلى 39، كم فلسطيني بالضبط، كم فلسطيني قتل بهاي الثلاث سنوات من قبل الانتداب البريطاني ومعه طبعا الصهاينة اللي كانوا جزء من الحراك السياسي، الحراك العسكري البريطاني، بمعنى انه الهجنة كانوا يدخلوا مع الجيش البريطاني. نعم يا أمل صحيح، 5000 شهيد فلسطيني في 3 سنوات. هذه صورة لعبد الرحيم الحاج محمد الله يرحمه، في خطأ في البي دي اف محمد آخر كلمة، وهو كان قائد لثورة 36-39، كان القائد الأساسي الرئيسي للثورة، واللي قتل كمان واستشهد لاحقا في معركة صانور في فلسطين. الهجنة هم الجيش الصهيوني، نعم، اللي أعطانا ظهره هو القائد عبد الرحيم الحاج محمد، واللي زوجته توفيت وكان عنده 4 أبناء. ثورة 36-39 هي أهم ثورة فلسطينية، الثورة الكبرى. طبعا إحنا ثورة البراق هي ثورة أصغر من هاي الثورة. الثورة الكبرى الفلسطينية لما كان المخطط الصهيوني أصبح واضح عند الناس، ثارت الناس، عملت إضراب عام، أطول إضراب في تاريخ فلسطين، اللي هي قبل الثورة استشهد عز الدين القسام. عز الدين القسام كان من الناس اللي، نعم، إضراب 6 أشهر، اللي قالوا إنه لازم نثور على الإنجليز ونحاربهم لأنهم هم اللي عم بيمكنوا الحركة الصهيونية. فبال 35 استشهد في أحراج يعبد. عز الدين القسام كان الشرارة اللي طلع بعديها القساميين، اللي هم، نعم، اللي هم أطلقوا ثورة 36-39. الهجنة إيش تختلف عن جيش الانتداب؟ هي عبارة عن جيش صهيوني سلحوا جيش الانتداب البريطاني، هم الصهاينة اليهود اللي دخلوا كفيلق صغير مع البريطانيين في الحرب العالمية الأولى. لا، هم مش عصابات، هاي كلمة كمان خاطئة من يهودا، من اللي الأخطاء الشائعة جدا جدا، حتى بتلاقوا إعلاميين وصحفيين كلهم بيقولوا كلمة عصابات صهيونية زي علاء وإلى آخره. هدول ما كانوا عصابات، هدول كانوا جيش نظامي تأسس بال 1920. إذا هو دخل معاهم بال 1917 كفيلق صغير جدا، ماشي، أبوه لا إسحاق رابين، نحمية رابين كان معاهم بالفيلق الصغير هداك تبع 1917. 1920 صار جيش نظامي إله قواعده فعلا، إله جنرالاته، إله البحرية، إله هذا. وين تدريبهم؟ طبعا في فلسطين من قبل البريطانيين، تسليحهم من قبل البريطانيين، ماشي. فبالتالي هما مش عصابات. من ضمنهم صاروا الإيرغون وشتيرن اللي هم سموا حالهم عصابات خارج الهجنة، بس بالتعاون مع الهجنة يعملوا عمليات إرهابية، بمعنى بالثلاثينات يفجروا الحافلات الفلسطينية، يفجروا في الأسواق، يحطوا قنابل وتتفجر والناس العاديين الفلسطينيين يموتوا عشان يعملوا إيش؟ إنها بلد مش آمنة.
الإيركون والشتام أخذوا على عاتقهم هذا الكلام، لكن مش صحيح إنه ما كان بي تفاهم كامل مع الهجنة، بدليل إنه الـ 1948 اشتغلوا كلهم سوا، الهجنة والإيركون والشتام. وبالتالي في شيء سموه الصهاينة، عصابات صهيونية اللي كانت تعمل عمليات إرهابية، ولكن مثلا دير ياسين، مجزرة دير ياسين 1948 هي نواة وهي الجيش الإسرائيلي. يعني في ليلة وضحاها في 14/5/48 تحول الهجنة مباشرة للجيش الإسرائيلي. بيوضح إلى أنفاض ذلك. ومجزرة دير ياسين بشهر 4/48 مثلا على سبيل المثال، الهجنة وشتن والإرجون دخلوا سوا فيها. الثورة هاي كيف تم قمعها من قبل البريطانيين؟ يعني 5000 شهيد مش بس شهداء، صار في أشياء كثير بهاي الثورة اللي هي أثرت وأدت إنه إضراب طويل وصراع طويل و يعني مقاومة للصهاينة والانتداب البريطاني. لما الفلسطينيين فهموا إنه هذا مشروع صاروا يقاوموه، وقاوموه بكل قوتهم. شو اللي صار؟ انتداب البريطاني سحق هاي الثورة. كيف سحقها؟ خلينا نشوف الشاشة رقم 25. تفتيش على كل شيء، طبعا قمع لكل عصيان مدني، بس كان تفتيش لكل لو منشور اعدامات. طبعا فرحان السعدي اكثر من 116 اعدام لفلسطينيين في هذه الفترة، من رموز الحركة الوطنية والمقاومين الفلسطينيين، وقف الامدادات، الاذلال، في ابعاد، مش تهجير، كان ابعادات، عنده ابعادات، ابعدوا ناس على موريشوس، على جزيرة موريشوس. اطلعوا كيف بفتشوا، اي حدا بده يدخل بفتشوا، اي حدا معاه مسدس، معاه طلقة، معاه منشور، شو بيعملوا فيه؟ السجن باخذوه، يعني بيعتقلوا هذا الشخص. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. هدم البيوت، ماشي، جهاد بتقولنا هدم بيت من يثبت قيامه بأعمال قتالية، هذا بتقدر تشوفوه لحد هلأ جوا فلسطين، هدم البيوت. هذا صورة حقيقية لهدم البيوت في يافا، منطقة كاملة في يافا تم هدمها سنة 36 عشان يقضوا على الثورة، هدم بيوت بالكامل. شوف الصورة اللي بعدها، هاي من أشهر الصور اللي أكيد مرت عليكم لمظاهرة سنة 36. أي واحد كانوا يجمعوا حالهم الناس يعملوا مظاهرة زي مظاهرات اليوم، شو تعمل بريطانيا؟ الجيش البريطاني شو يعمل؟ يطلق عليهم النار. هي في شهداء في الصورة، شايفين في شهداء في الصورة، إطلاق نار مباشر، طبعا إطلاق نار مباشر. ولا مرة حاكموا الجندي البريطاني هذا على قتله لفلسطين، فكان في قمع عسكري وسحق كامل للثورة الفلسطينية. وبهاي الفترة اللي هي هذا بين 36-39 أكثر فترة، دائما كان في ثورات ومقاومة فلسطينية من أواسط العشرينات لا أواسط الثلاثينات، لكن بال 36 صار في وعي جماهيري عام، صاروا الناس كلهم في القرى، في المدن، في البادية، واعيين إنه في إشي عم بصير. هاي الحركة الصهيونية عم بصير عندها جيش، عم تاخذ أراضي، عم تتحكم بالبلد، عم بصير عندها دولة داخل الدولة، إيش بدنا نعمل إحنا الفلسطينيين؟ فعملوا ثورة، ثورة كبيرة استمرت 3 سنوات، إنه حوالي 1 مليون فلسطيني يثوروا على مدى 3 سنوات، هذا مش إشي بسيط. طبعا فهموا المخطط، فصاروا شو يعملوا، صار في صحفيين وكتب تنكتب. فالانتداب البريطاني جاب 70,000 جندي بريطاني ليقمع هاي الثورة، يقمعها بالإعدامات، بهدم البيوت، بالقتل، بالتفتيش عن كل ورقة وكل واحد، سواء بكتب بس كتابة، ليسيطروا على هذا الاشي. طبعا هذا اشي معروف، وزي ما بيقول مين اللي عم بحكي لنا هنا، منار أبو عماد عم بيحكولنا على هذا الموضوع. وخلينا نشوف الصورة اللي بعدها، هذه الاعتقالات. يعني إذا بتشوفوا هاي الصورة، إذا بتلونوها، ما بتختلف عن الاعتقالات في السجون الإسرائيلية اليوم للمقاومين والمناضلين الفلسطينيين. ها؟ وبالتالي كان في اعتقالات، كان في معسكرات اعتقال، يعني لآلاف الفلسطينيين اللي دخلوا في الاعتقال. كثير منكم أكيد سمع من جدته وأجداده كيف كانوا يدخلوا على القرية أو المدينة، يطلعوا الناس من بيوتها ويروحوا يفتشوا البيوت ويخربشوا في البيوت ويسروا أشياء من البيوت. طبعا إعدامات كبيرة في هاي السنوات الثلاثة، حوالي أكثر من 116 فلسطيني
تم إعدامه. بالضبط يا دعاء، الحركة الصهيونية تعلمت هذه الأساليب كلها، التفتيش والتخريب والإعدامات والسجن، وهذا نفس اللي بصير اليوم. اعتقلوا هاي الجد للدكتور خالد السلايمة، والد والدته اعتقل من قبل الإنجليز 5 سنوات لأنه هو وطني، فبيحاولوا شو يعملوا، يقضوا على الوطنية. شو عملوا في هاي 3 سنوات؟ نجحوا بأنهم هم في سنة 39 بالتحديد يبطل في أي قيادة عسكرية أو سياسية في فلسطين. يعني 1939 ما في ولا واحد قائد عسكري في فلسطين إلا انقتل أو انعدم أو انسجن أو طرد أبعد، وما في أي قيادة سياسية لفلسطين، لا يوجد إطلاقا. تمام؟ خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. في شخص في هذا الصورة تعرفوه بس شكله متغير عليكم. نحكي بس إشي واحد عن المفتي أمين الحسيني. المفتي أمين الحسيني سنة 1900 مشديان بالضبط. دكتور خالد معانا صحيح. خلينا نعلق بس على المفتي أمين الحسيني. بال37 طبعا طلع من فلسطين وراح على أوروبا وبعدين راح على لبنان. ما في قيادة سياسية وعسكرية في فلسطين من 39. مشي ديان اللي هو اللي على اليسار اللي هو الطويل وكان لسه عنده عين، تعرفين مشي ديان الصورة الشهيرة إله دايما صوره هي لما بعد ما فقد عين من عيونه في الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا مشي ديان كان في 36 ضمن الناس اللي عم بتدربوا لحتى إنهم يدخلوا على القرى الفلسطينية ويشاركوا الجنود البريطانيين في الاعتقالات وفي التفتيش. يعني كانوا يدخلوا معاهم فلسطينيين ما كانوا يعرفوا إنه هدول مش جنود بريطانيين. يعني كانوا يدخلوا كأنه embedded، كأنه تحتهم مخفيين تحت الانتداب البريطاني، اللي هم جنود صهاينة ضمن الهجنة كانوا ضمن التدريب البريطاني بال36 هذك. بعضهم كان يدخل كمستعربين وبعضهم كان يدخل كجنود بريطانيين. من مستعربين من زمان ماشي، كانوا يلبسوا نفس اللبس البريطاني صحيح. تفضل يا دكتور، في تعليق طبي. صحيح صحيح، هو المدرب هو اللي بالنص. صحيح يا دكتور، المدرب هو اللي بالنص واللي على اليمين وعلى الشمال اسمه برضه صهيوني، اللي على الشمال كنت اعرفه هلا نسيته. المدرب هو اللي بالنص عم بدرب هذوك الشابين، هو الانجليزي وهذاك الشابين هم الصهاينه اللي بتدربوا. خلينا نشوف الشاشه اللي بعدها. شايفين الصهاينه في 1937 عندهم بدايات تدريب الطيران، عشان هيك سنه 48 ضمن نكبة فلسطين ضمن التهجير والتطهير العرقي كان في قصف بالطائرات. ليش؟ لأنه لهم 10 سنين بتدربوا الصهاينة بطيارات حربية عسكرية، جزء من هدول الطيارين شارك في الحرب العالمية الثانية. ماشي؟ فهذه صورة حقيقية بال37 للطيارين الصهاينة اليهود اللي بتدربوا مع الانتداب البريطاني. تمام؟ بريطانيا مش بس كانت تدرب الصهاينة وتعطيهم إمكانيات، تعطيهم العلوم العسكرية، لأن العلوم العسكرية مش بس إنك تطلق الرصاص وتطلق النار، في علوم عسكرية. ماشي؟ بالضبط. كان في قصف بالطائرات، كان في مجازر صارت بالطائرات في شمال فلسطين على وجه التحديد. بريطانيا كانت تعمل كل هذا، شاركوا في الحرب العالمية الثانية الصهاينة اليهود مع الانتداب البريطاني ضد الألمان، شاركوا معهم، شاركوا مشاركة حقيقية، شاركوا بالدبابات وشاركوا بالفيلق البريطاني بالكامل، يعني جنود حقيقيين. بريطانيا مش بس كانت تعمل هيك، كانت تعمل كمان، خلينا نشوف الصورة الشاشة التالية، كانت تعمل تصوير جوي لفلسطين. هلأ إذا بتشوفوا كل المدن الفلسطينية تقريبا وحتى مساحات شاسعة من النقب مصورة جويا، يعني كانوا يصوروا فلسطين جويا بالثلاثينات لحتى يدرسوها عسكريا وكمان حضاريا. يعني بريطانيا كانت تساعد الحركة الصهيونية بالمعلومات، انت كيف فيك تعمل تطهير عرقي لناس وانت مش دارسهم؟ فبالتالي تصوير الجوي هذا كان مدني وعسكري، استطلاع جوي كامل، تصوير جوي كامل، هذا موثق. وإلام فاطي في كتابه كمان بيحكي عن ملف القرى كل فلسطين، هاي بيسان
بيسان بال37، كمان بيسان من المدن الفلسطينية المظلومة بصريا، مش كثير الناس تعرف صورة بيسان. الحركة الصهيونية في الأربعينات صارت تعمل إشي اسمه ملف القرى، تدخل قرية قرية عن طريق اليهود اللي بيعرفوا عربي، اليهود الصهاينة، يدرسوا القرية، شوفوا هاي القرية شو فيها، مين الوطنيين، مين اللي مش وطنيين، بشو الإمكانيات اللي في هاي القرية، وين المواشي، وين الحقول الزراعية القوية، القرية هين وين واحد ممكن تدخلها، كل تفاصيل القرية، مداخل القرية، حتى لما يصير الحملة العسكرية للتطهير العرقي يعرفوا من أي مدخل للقرية يطلعوا، ومن أي مدخل يخلوه مفتوح عشان أهل القرية الفلسطينيين يطردوهم منه، لأنه هم ما بدهم يقتلوا كل هالفلسطينيين، هم بدهم يعملوا مجزرة صغيرة يقتلوا فيها عدد من الفلسطينيين، يرعبوا بقية الفلسطينيين ويخلوا بقية الفلسطينيين يطلعوا، فكانوا يحوطوا القرية من ثلاث جهات ويخلوا الجهة الرابعة مفتوحة ويطلعوا منها. هذا كله بده دراسة، دراسة استمرت سنوات، استفادوا طبعا من التصوير الجوي واستفادوا من ملف قرى كامل درسوا، وبالتالي مدينة مدينة، قرية قرية، كل المدن الفلسطينية الخمسة الرئيسية في المنطقة 48، صفد وطبرية وبيسان وحيفا ويافا وعكا، كل المدن، في مدن أساسية كلها سقطت بيد الصهاينة نتيجة خطط عسكرية كاملة إضافة إلى جميع القرى اللي تم دراستها. خلينا نشوف من ضمن الشكل البصري، لأنه بيهمني أنا شو، مش بس المعلومة التاريخية، الشكل البصري للمكان التاريخي، لأنه بيثبت المعلومة. نشوف الشاشة اللي بعد. طبرية شايفين صورتها بالثلاثينات، هاي مدينة كاملة اللي هي طبرية، ولو هلأ زرتوها تلاقوا كتير من هاي البيوت نفسها موجودة لحد اليوم. ودائما لما بذكر طبرية بنصح الدارسين للقضية الفلسطينية بكتاب جميل جدا نشوفه بالشاشة التالية، وهو مذكرات الدكتور أنيس صاير رحمه الله، اللي اسم الكتاب أنيس صاير عن أنيس صاير، وهو كان مفكر فلسطيني عميق جدا، رئيس تحرير الموسوعة الفلسطينية ومدير مركز الأبحاث في بيروت، وبعثوا له الحركة الصهيونية مظروف في متفجرات وتفجر فيه وخسر 80% من نظره و 80% من سمعه، وعاش سنوات طويلة بعدها. زوجته نعم كتب كتاب عن الول، فهذه المذكرات أنا بنصح فيها لأنها هو ابن طبرية، هو عاشق لطبرية، يشرح فيها التهجير من طبرية، وكتاب سلس جدا للقراءة، يعني مش صعب، مش أكاديمي صعب، وبيشرح فعلا قصة فلسطين بشكل عميق وسلس. خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. الانتداب البريطاني فكر انه لازم انه يقترح مقترحات لتقسيم فلسطين، ماشي؟ مشروع التقسيم الاول هو مشروع لجنة بيل بال 1937. اذا بتشوفوا على الصورة هاي، اقترحوا العرب الفلسطينيين ياخذوا اللون الاخضر، الصهاينة اليهود ياخذوا اللون الاصفر، والانتداب كسيطرة انتدابية ياخذوا اللون الأحمر. هذا 1937 بالضبط. خريطة فلسطين اللي بنعرفها هي استقرت في 1922، ماشي؟ قبلها كان في ذبذبات وين فلسطين، بس استقرت في 1922. 1937 بعثوا لجنة بريطانية قالت هذول الصهاينة والفلسطينيين عم بتقاتلوا وعم بيعملوا مشاكل وكذا، وفي ثورة ب 1937 بدايات الثورة، فلازم نحلها، وهاي أرض فلسطين لازم نقسمها بينهم، في مشكلة يعني، فخلينا نعطي اليهود الصهاينة اللون الأصفر والفلسطينيين العرب اللون الأخضر والانتداب المنطقة الانتدابية اللون الأحمر. وطلعوا على هاي الخارطة بتحسوا إنها مش منطقية، يعني في لون أحمر فجأة الناصرة انتدابية بوسط أصفر كامل، وفي يافا وتل أبيب أخضر يعني مع الدولة العربية بفجأة هيك قاعدة لحالها. وهذا بدلكم إنه كل أفكار التقسيم هي كانت أفكار مش للتطبيق الحقيقي، يعني كل الكلام هذا السياسي عن أفكار التقسيم ما كان مقصود فيه تقسيم فعلي، وإنما كان مقصود فيه فقط إقناع الفلسطينيين بأفكار التقسيم، تجهيزاً لا
استيطان كامل لكل فلسطين. يعني هم كانوا فاهمين ان هم بدهم كل فلسطين الحركة الصهيونية مش جزء من فلسطين، بس ما كان عندهم لا القدرة السياسية ولا العسكرية يسيطروا على كل فلسطين. فالحل انه شوي شوي يقولوا ايش بالضبط، تدريجي، يعني تدريجي، خلينا نسميه تدريجي اكثر من مطوطة، لانه هو فعلا خطوة خطوة. نفس الاشي زي هلأ ألف وباء وجيم، نفس القضية، تمام. فبالتالي في هذا في لجنة بيل، شو اقترحت لجنة بيل؟ نقل السكان، يعني السكان الفلسطينيين العرب المسلمين المسيحيين اللي قاعدين في المنطقة الصفراء يروحوا على المنطقة الخضراء، والسكان الصهاينة اليهود اللي قاعدين في المنطقة الخضراء يروحوا على المنطقة الصفراء. كل هذا المشروع ما صار، لكن الفكرة اللي انتزعتها الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني حاول يحطها هي فكرة ايش؟ نقل السكان، فكرة انك انت تنقل ناس من مكان لمكان. وهي فكرة ما كانت بعيدة عن نهايات الحرب العالمية الاولى، صار نقل السكان بين تركيا واليونان. نقل السكان ما كانش فكرة بعيدة عن الافكار الاستعمارية الاستيطانية في هذاك الوقت بالضبط. خلينا نشوف، ماشي، لسه هلأ ما دامنا نحكي عن هلأ، ماشي، خلينا نحكي لسه عن 47. الصهاينة فكرة التقسيم اللي قبلوها والعرب ما قبلوهاش، كله هذا بنحكى عن 1947 مش عن هذا 1937، ماشي، هذا 37. الدولتين بالضبط كانوا يسموه Arab State و Jewish State. وشوفوا الكلمات، كمان الكلمات خبيثة، ما في إشي اسمه فلسطين، مع انهم هم government of Palestine وكل هذا فلسطين، والكل مقتنع ان هذه فلسطين ومحطوط على طوابع البريد وعلى العملات النقدية وعلى الاوراق الرسمية فلسطين، وكل مهاجر صهيوني عم بيجي عم بيستلم على الميناء بحيفا جواز سفر فلسطيني، فكلمة فلسطين بدهم يشطبوها. شو بيقولوا؟ Arab State. طيب ما في يهود عرب، هذول وين بدكم تحطوهم؟ الفلسطينيين هذول مسلمين ومسيحيين، ايش معنى هذاك جوش؟ يعني اليهودية صارت قومية والعرب هي القومية، كل هذا مقصود. إذا بدكم تتعمقوا بهاي القصة في مصدر كويس كتير، خلينا نشوفه بالشاشة 35، وهو باسيا، باسيا.org. باسيا عندهم كتير مصادر ممتازة باللغة الإنجليزية وخرائط، عندهم موسوعة عن 100 سنة عن فلسطين، معظم شغلهم بالإنجليزي، عندهم شوية شغل بالعربي، بس شغلهم ممتاز من ناحية توثيق فلسطين بدقة، مش كلام أدبي كذا، لا، بشكل دقيق جدا. طب الفلسطينيين وين كانوا وقتيها في ظل هذا الكلام كلياته؟ طبعا في ناس بتقاوم وفي ناس بتحارب هذا الإشي، وفي حضارة مدنية مستمرة في فلسطين بالتوازي مع بعضها. خلينا نشوف صورة، هاي الصورة لفرقة موسيقية فلسطينية في مدرسة، في مدرسة بال 1938، وبالتحديد مكتوب ب 13 ولا 18 15 6 38. شوفوا يعني هلأ في فلسطين ما بتلاقي مدرسة فيها فرقة موسيقية بهذا التنوع بال 2017، ها؟ وفي دول عربية كتير ما بتلاقي إنه مدرسة يكون عندها فرقة موسيقية بهذا الرقي. فبالتالي الحراك الفلسطيني الحقيقي كان متطور، عم بصير في سينما فلسطين، عم بصير في فن، عم بكتبوا الناس، عم بصير في أدب، في حراك حقيقي، ماشي؟ 15-6-38. لما كنت مؤخرا في ماليزيا قلت لهم إنه تعالوا نحكي قصة فلسطين والنكبة من هاي الصورة لحالها، فقالوا لي كيف؟ قلت لهم يلا كل واحد فيكم يجرب جملة. فواحد قال لي اوكي، قال لي شو بدنا نعمل؟ نعمل قصة يعني. قلت لهم يلا. واحد قال احنا كنا فرقة، قلت لهم ممتاز. قالوا كنا نعزف حلو، قلت لهم كويس، وكانوا اهلنا حاضرين وادارة المدرسة حاضرين الحفلة، منيح، وكانت هاي حفلة التخرج، جميل. وبعدين سكتوا. قلت لهم بدنا نكمل القصة. قلت لهم وهذا كان في يافا في مدرسة بيافا، وكان 15-6-38، وتواعدنا انه هذه حفلة التخريج اللي خلص بعديها بنترك المدرسة، تواعدنا انه بعد 10 سنين نلتقي بنفس المكان وناخذ صورة مثل هاي الصورة. بعد 10 سنين 120 ألف فلسطيني بيافا، ضل منهم بس 3000، تهجرنا كل واحد عبلد، لا كانت رجعت المدرسة ولا واحد فينا سمح له انه يرجع على هاي البلد.
فبالتالي قصة فلسطين هي قصة بسيطة، ما حدا يقنعكم إن هي قصة معقدة إحنا ما بنقدر نشرحها للناس. هذه واحدة من الأساطير الصهيونية اللي قالوا إنه الصراع الفلسطيني صعب ومعقد ومش مفهوم. هو كتير بسيط، في ناس كانوا عايشين في بلد بشكل طبيعي، مجتمع كامل تم تهجيرهم من هذا البلد وتم تطهير عرقي لهم بحيث إنه انمحت آثارهم وانمحت أسمائهم، ممنوع إنهم يرجعوا، ممنوع إنهم يفكروا إنهم يرجعوا لأنه آثارهم مش موجودة. صحيح، هاي المدرسة الأرثوذكسية الوطنية في يافا. ضايلنا إحنا حوالي يعني نصف ساعة، خلينا نقول 40 دقيقة للتسعة ونص إحنا إن شاء الله المحاضرة اليوم. بالضبط. الشاشة اللي بعدها هاي سنة 1939، احنا متابعين انتم معي من الثورة الفلسطينية الكبرى من 36 ل 39. 39 هاي الصورة في مؤتمر سان جيمس بلندن في بريطانيا. يجوا الحركة الصهيونية ويجوا كمان من الدول العربية كلها ناس. وبريطانيا خبرت الحركة الصهيونية في هذا المؤتمر انه فلسطين جاهزة لتكون وطن قومي للصهيونية اليهودية. يعني ما في قيادة عسكرية فلسطينية، ما في قيادة سياسية فلسطينية. سانت جيمس، مؤتمر سانت جيمس في لندن عام 1939. هاي صورة حقيقية فيها قيادات صهاينة كلهم، هاي بن غوريون موجود ووايزمان وشاريت كلهم. قالوا لهم بريطانيا، الانتداب البريطاني خبر الصهيونية انه انتم هلا جاهزين، عندكم دولة وعندكم مؤسسات وعندكم جامعة إلها سنين وعندكم كهرباء ومي ومستوطنات وهجنة، كله جاهز وجيش، كل شيء جاهز، فتقدروا هلأ تستلموا فلسطين. الحركة الصهيونية قالت لهم إنه إحنا لسه حاسين إن إحنا مش جاهزين نستلم فلسطين، وبالتالي تأجل المشروع لأنه الحركة الصهيونية كانت شايفة إن هي مش دولة متكاملة الأركان لسه لتقدر تستلم فلسطين. كان عندها نقص، أول إشي ما عندها مصانع سلاح، كان السلاح كله مستورد. كانت شايفة إنه عدد اليهود الموجودين ما بيقدر الصهاينة يحمل دولة لسه، كتير العدد لسه أقل رغم كل الهجرة وتشجيع الهجرة اللي صار. سانت جيمس، مؤتمر سانت جيمس في لندن، في لندن في بريطانيا في قصر سانت جيمس. فالحركة الصهيونية نفسها قالت لهم احنا مش جاهزين لانه كان عندهم ما فيش عندهم مصانع سلاح، ما فيش عندهم عدد كافي، ما فيش عندهم ارض كافية من السلطنات، لسه بيحاولوا يشتروا مش قادرين يشتروا، اللي يتملكوه مش كافي. فكانت الحركة الصهيونية نفسها مش جاهزة. وشوي شوي كنا احنا على عشية ايش؟ على عشية الحرب العالمية الثانية، وهذا راح نشوفه في الشاشة اللي بعد. الحرب العالمية استمرت من 39 ل 45، نقدر ساعتها نحط السياق التاريخ الفلسطيني في السياق الصحيح. يعني مع نهاية الثورة الفلسطينية الكبرى صارت الحرب العالمية الثانية. هذا مش هتلر، هذول كلهم صهاينة يهود، جيش جزء من الانتداب البريطاني والجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي في هاي الفترة تدربوا الحركة الصهيونية كثير أكثر مع الانتداب البريطاني في حرب حقيقية صارت الهولوكوست، والهولوكوست مش خرافة، هذا حصل، ولكن الصهيونية استغلت الهولوكوست وعملتها صناعة، واستغلت الهولوكوست بأنها تقنع ناس أكثر من اليهود من ألمانيا ومن النمسا ومن شرق أوروبا وحتى من بريطانيا وأمريكا إنهم يهاجروا وين؟ على فلسطين. وبالتالي استغلتها بشقين، مزيد من الهجرة زائد صناعة إنه في فعلا نعم كان للصهاينة جيش خاص بهم جزء من الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية. طبعا استغلتها بصناعة الهولوكوست، ماركتينج، تسويق الهولوكوست، كسب تعاطف العالم كلياته، تضخيم الهولوكوست كمان كلياته. وكانت الحركة الصهيونية واعية والعالم كله واعي انه بريطانيا مالها افول نجم بريطانيا كإمبراطورية عظمى. الهولوكوست هو المحرقة اللي عملوها النازيين لليهود وغيرهم في ألمانيا على وجه التحديد وحول ألمانيا. معسكرات النازية كانت تأخذ اليهود
المرضى وتعمل محارق وتعمل قتل ومجازر، وهذه حقيقة ولكن ضخمت كثيرا من قبل الصهيونية. الحركة الصهيونية كانت مدركة، وكمان الفلسطينيين والعرب كانوا مدركين انه افول بريطانيا كامبراطورية عظمى. بطلت بريطانيا هي المهمة، كانت بريطانيا لما راح نجيب سيرة جراب باشا تاني شوي دوره في الموضوع، بس مش هلا. كان هو قائد الجيش البريطاني الأردني، ماشي، مش كان مع الجيش الأردني، كان هو القائد الحقيقي، ماشي. في كتاب مهم كثير عن صراع الهولوكوست، كويس. وفي ناس بيقولوا انه الصهاينة شجعوا النازية انها هي تعمل مجازر تجاه اليهود. في كلام جدي وتاريخي بهذا الشأن، بحيث انه يعني، ولكن فكرة الخلاص من اليهود هي قديمة جدا، يعني اللاسامية في اوروبا على وجه التحديد قديمة جدا من ايام هرزل، وبالتالي كان مفهوم ليش رح تحصل مجازر ومحارق فيها. مش انه السبب الاساسي هو ضم قادة العالم لهذه الحركة، لا، لكن الحركة الصهيونية نجحت مع السنوات مش في بداياتها، انها هي تعمل لوبي مع النخبة السياسية والنخبة الاقتصادية في بعض البلاد. صارت المجازر والمحارق خلال الحرب العالمية الثانية بسبب اللاسامية تجاه اليهود، اللاسامية تجاه الضعفاء، بسبب افكار التفوق العرقي النازي، انه العرق النازي اعلى أهم من باقي البشر. يعني في أفكار عنصرية فعلا وفوقية وطبقية كانت موجودة في هذاك الوقت. بس خلينا نركز على فكرة إنه خلال هاي الحرب العالمية الثانية بريطانيا عم تضعف. بريطانيا هيها عم شو بتعمل؟ بتفكر جديا تنسحب من الهند، بتفكر جديا تنسحب من المنطقة العربية، بتفكر جديا تنسحب من مصر. شو بتعمل الحركة الصهيونية؟ بتعمل عملية نقل الثقل. وهذا محطة رئيسية في فهم التاريخ الفلسطيني المرتبط بتاريخ الصهيونية في الشاشة التالية، وهذا له علاقة صحيحة 100% لأمريكا. تم ذلك في مؤتمر بلتيمور. مؤتمر بلتيمور اللي صار في نيويورك في فندق بلتيمور، الحركة الصهيونية الأمريكية واللي موجودة بفلسطين والأوروبية قررت نقل الثقل بالكامل سنة 42 من بريطانيا إلى أمريكا. وفي هاي المرحلة بدأت الحركة الصهيونية تحكي ضد بريطانيا، صارت تقول البريطانيين ما عم بيعملوا لنا، ما عم بيسمحوا لنا بهجرة قد الكافي إلى آخره. هم البريطانيين هم اللي سمحوا لهم وجهزوا لهم كل شيء من المرحلة الأولى، لكن هلأ البريطانيين ضعفوا، فصاروا هم مع أمريكا ضد بريطانيا. وفي بريطانيين سياسيين كتبوا في مذكراتهم بالصدمة الحقيقية قديش هم دعموا الصهيونية، قديش الصهيونية انقلبت ضدهم. الصهاينة لحد هذيك المرحلة كانوا يعملوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، يعني يفجروا في الحافلات بال37، يفجروا بالأسواق، يحطوا بسوق بالقدس قنبلة ويستشهدوا وينقتل حوالي 30 شخص، لأنه بدهم يروحوا مع الأقوى. بريطانيا عم تضعف، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس رح تبطل. الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، بريطانيا في المراحل الأولى اللي بال1920 كانت مسيطرة على ربع مساحة الكرة الأرضية. ربع مساحة الكرة الأرضية تابعة لبريطانيا، اللي طلعت تصريح بلفور. عشان هيك تصريح بلفور مش طلع من قوة عادية، من قوة إمبراطورية إمبريالية استعمارية كانت عندها ربع مساحة الكرة الأرضية، ربع شعوب الكرة الأرضية كانت تحت بريطانيا. شوي شوي بطل في إمبراطوريات بريطانيا زي ابن خلدون والحضارات والإمبراطوريات وأفولها. ما في إمبراطورية في الدنيا بتضل على حالها زي الإمبراطورية الرومانية وزي اليونانية كله، صح؟ وبالتالي في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية قررت الحركة الصهيونية نقل الثقل من بريطانيا إلى أمريكا. ليش؟ لأن أمريكا كانت القوة الإمبراطورية الصاعدة فيها، ماشي؟ لا اتفق مع مصطلح انسحاب ضعف، مع انه انسحاب عسكري والهيمنه باشكال اخرى، صحيح صحيح. هي صار في كل العالم المرحله الاستعماريه، استعمار الارض بالقوه العسكريه شوي شوي خفت، وصار في انسحابات، ومع الانسحابات خلقوا مشاكل في الدول، وصار في استعمار ثقافي، استعمار اقتصادي من نوع اخر، بطل استعمار عسكري. ولكن برضه بريطانيا بطلت هي الامبراطوريه المهمه، صارت امريكا هي الامبراطوريه المهمه، وبالتالي
العمليات الإرهابية الصهيونية اللي كانت بهدف تخويف البريطانيين وإرعابهم عشان يشوفوا إنه هاي البلد مش أمان، نفس الأسلوب المستخدم في كثير من الدول العربية حاليا، صاروا يعملوا الإرهاب الصهيوني ضد الإنجليز، ضد البريطانيين، صاروا يفجروا في الإنجليز، ماشي؟ يعني بدهم الإنجليز خلص يتركوا فلسطين بطريقة الصهاينة وبأسلوب الصهاينة في الوقت اللي بدهم إياه الصهاينة، ومش في الوقت اللي بدهم إياه الإنجليز، وبالطريقة اللي بدهم إياها الصهاينة، وصار عندهم دعم أمريكي. طبعا هي شغل مصالح. حركة الصهيونية، متذكرين لما حطينا صورة الحرباي الملونة في المحاضرة الأولى؟ شو حكينا في آخر محاضرة؟ قلنا الصهيونية تتلون حسب مصالحها. لو اليوم أمريكا ضعفت، شو بيعملوه؟ بنقلوا الثقل لدولة تانية. هم اللي رفضوا يستلموها في 39، صحيح، تمام؟ هلأ هم الصهيونية مثلا شغالة مع الصين. خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. هنا بتبين لكم أعداد الفلسطينيين مقابل أعداد الصهاينة. يعني مثلا في عكا، خلينا نأخذ عكا كمثال، ماشي؟ في عكا كان عدد الصهاينة اليهود ولا شيء، قليل جدا جدا، بس هم بدهم ياخذوا عكا، يعني مخططين انهم ياخذوا عكا. بالناصرة مثلا كان عددهم عميل كم من مستعمرة في محيط لواء الناصرة، بالتالي عددهم اقل من الربع، حوالي الخمس صهاينة. مع هيك شو مالهم؟ قاعدين بخططوا انهم كيف بدهم ياخذوا الناصرة. هم بيفكروا بالاعداد، مش ما بيفكروا بالاعداد ولا كيف. المعركة الاولى كانت المعركة الاولى الانتداب البريطاني ساعدهم فيها، هي مرحلة انك تجيب ناس، تجيب بني ادمين، جيب يهود صهاينة. لكن قد ما جابوا كان عددهم 48 الثلث، يعني الثلثين فلسطينيين عرب ومسيحيين ومسلمين، والثلث فقط ماله هم الصهاينة اليهود. وبالتالي هم كان الثلث. المعركة الأولى كانت مرحلة جيبوا ناس. هذول الناس مهم كتير نتذكر. شوف الشاشة اللي بعدها. كل صهيوني بيوصل من أي محل في العالم خلال الحرب العالمية الثانية، يوصلوا من ألمانيا هاربين من النازية، ماشي؟ النسب هاي اللي شفناها هلأ هي سنة 46، هي سنة 46. كل اليهودي صهيوني أراضي طول كرم، في أراضي زراعية لطول كرم راحت في 48، في أراضي لجنين راحت في 48. ما تفكروا بطول كرم المدينة اللي هي ظلت في 67 وراحت في 67، ماشي؟ حتى الأراضي الزراعية لقطاع غزة كلها احتلت في 48. كل صهيوني وصل على من ألمانيا في خلال الحرب العالمية الثانية، كل يهودي وصل من روسيا بالعشرينات ولا بالثلاثينات، شو ماله؟ شو استلم؟ استلم جواز سفر بريطاني، بجواز سفر بريطاني يعني بجنسية فلسطينية، استلم جواز سفر فلسطيني صادر من المندوب السامي. إذا بتطلعوا على الشمال شايفين جواز سفر صادر من المندوب السامي لصاحب الجلالة في فلسطين بالثلاث لغات. طبعا احنا متفقين انه بالثلاث لغات دائما. ليش؟ لانه اللغة الرسمية في فلسطين من 1920، من يوم ما وصل هربرت سومر لأول قرار أخذه، اللغة، عشان تشوفوا أهمية اللغة في التأسيس لحياة الشعوب. عشان هيك أهمية إنه هلأ عم بيحاربوا اللغة العربية، بيخلوا أولادنا ما يعرفوا لغة عربية، ماشي؟ اللغة أساسية في الثقافة وفي الروح. فلما حطوا اللغة العبرية لغة رسمية بفلسطين، هذا تقدر تأشر لنا على إيرتس إسرائيل. شايفينها بالسطر الأول، جواز سفر، ماشي؟ صادر من المندوب السامي لصاحب جلالة فلسطين بالعبراني، نفس هاي الجملة بالعبراني تحت، أول سطر بالعبراني شايفين كلمة في فلسطين، بعديها في إيرتس إسرائيل. تحت هاي بالضبط، أيوة تحت هاي، أول سطر فوق في بعد كلمة فلسطين إيرتس إسرائيل حرفين ألا ويا، يعني أرض إسرائيل. في أول سطر على أقصى اليسار. بالعبري. إذن الإرهاب الصهيوني بدأ يشتغل وين؟ بالضبط هذا هو إيرتس إسرائيل. تمام. ما كان لهم جواز سفر خاص فيهم. ليش؟ لأنهم بدهم إياهم يكونوا فلسطينيين. أوكي؟ ما كان بدهم إياهم يكونوا غير فلسطينيين. إيه.
هذا جواز حكومة عموم فلسطين، صحيح 100%. خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. هاي أشهر صورة أكيد أنتم عارفينها. لإيش؟ للنقطة حكينا عنها. للإرهاب الصهيوني، أيوة، تفجير فندق الملك داوود بالقدس. في أي سنة كان هذا؟ حلو؟ صحيح؟ لا، مش بالأربعين. طيب أيوة 46، بيقدرش يكون بالأربعين. ليش بيقدرش يكون بالأربعين؟ لأنه كانت لسه الصهيونية متحالفة مع بريطانيا. إمتى نقلوا الثقل؟ بال42. إمتى بدوا التفجيرات؟ بال44، 45، 46 وهكذا، تمام؟ قبلها؟ قبل ال42 ولا مرة عملوا تفجير ضد البريطانيين، إرهاب صهيوني ضد البريطانيين، لا بالعكس كانوا يعملوا إرهاب صهيوني ضد الفلسطينيين. وبالتالي فندق الملك داود بالقدس في جناح كامل كانت فيه الإدارة للانتداب البريطاني، خصوصا الأوراق. فبيجن ودخلوا بسيارتين وفجروا المبنى بالكامل واعترفوا 1946. طبعا وقتها ما اعترفوش، بعدها بسنوات اعترفوا بذلك بالخمسينات، حتى في المتحف مفتخرين انهم هم اللي عملوا هاي التفجيرات وهذا الارهاب. بالضبط بالضبط، بعد 42 بدات العمليات الارهاب الصهيوني ضد البريطاني. خلينا نشوف الشاشه اللي بعد. هاي الصوره المشهوره، مرحله اساسيه. كان في عرب يشتغلوا مع البريطانيين يعني، بس من قتلش ناس كثير عرب في تفجير الملك داود بالقدس. البريطانيين كان اكثر من العرب، بس اظن في عرب بعضهم. مشروع التقسيم، يعني بريطانيا لما تعبت وصارت ضدها يعملوا ارهاب صهيوني، وهي اصلا في محاوله تغيير، خلينا نقول وجهها، وبدها تطلع كمان ببياض الوجه، ما بدها تطلع هي بسواد الوجه من العمليه كلها. سلمت ملف فلسطين، أنا تعبت من ملف فلسطين، خلينا نسلمه للأمم المتحدة. فالأمم المتحدة زي لجنة بيل اللي جابتها بريطانيا وبأفكار من بريطانيا طبعا شخصيا، قالوا إنه تعال نقسم فلسطين، هدول الصهاينة والفلسطينيين عم بتقاتلوا وبضل في مشاكل بينهم، نقسم فلسطين. نفس الفكرة كمان. شايفين كيف قسموا اللون؟ المنطقة اللي سموها الدولة العربية نفس الاسم هي الزهري، اللون الزهري اللي على أحمر هذا هو الدولة العربية سموها، البرتقالي الدولة اليهودية، والأزرق هاي منطقة دولية اللي هي القدس وما حولها. وطلعوا على يافا، يافا باللون الزهري يعني بلون الدولة العربية، وقاعدة بوسط البرتقالي. كيف بدها تتصل؟ كيف الشخص اللي عايش بيافا بده يروح على الخليل؟ هذا احمر وهذا احمر، كيف بده يتصل بينه؟ ما حدا بيعرف. في نقطة هيك صغيرة بين الدول، بين ايوه شايفين هاي النقطة لحالها قاعدة في وسط الدولة اليهودية، تتعيش لحالها المدينة هاي، جيتو لحالها. شوفوا النقاط اللي بتوصل بين الأشكال، يعني نقطة صغيرة هيك بين أراضي كأنه غزة وبين الضفة الغربية كما سنعرفها فيما بعد. نقطة هيك صغيرة، الله أعلم إذا إحنا عرف نوصل نطلع منها ولا لا. نفس الإشي عند الناصرة فوق. طب هاي النقطة اللي مسكرة، كيف الدولة اليهودية بدها تمر من خلالها؟ يعني لما تكون الدولة العربية هالقد موصولة، طب هدول النقطة الاتجاهين القسمين اللي من الدولة اليهودية كيف بدهم يتصلوا مع بعض؟ هذا كله بأكد لكم إنه كل هاي المشاريع لم تكن مشاريع فعلا للتطبيق. والصهاينة لما قبلوا مشروع التقسيم ما كانوا أبدا معنيين بالحدود، ما قعدوا يناقشوا الحد من وين رح يجي والخط من وين رح يجي، لأنهم ما كانوا مهتمين نهائيا فيه، بس مهتمين بفكرة إنهم يحصلوا على دولة يهودية، إنه العالم يقول لهم إنه أوكي تفضلوا يعملوا دولة يهودية. وبالتالي لما انتشر هذا قرار التقسيم بهذا الشكل قامت مظاهرات. فيش حدود كان في فلسطين وقتها، ما في حدود في فلسطين، فلسطين كلها شقفة واحدة، ماشي؟ أصلا الانتداب البريطاني في صك الانتداب بيقول إنه من واجباته الحفاظ على فلسطين كقطعة جغرافية واحدة. في قصة إنه لما هذا الطائر استلم كان في واحد بريطاني ماسك هو قبل هذا العسكري، بس هذا كان مش صهيوني،
فلما اجى وشاف هذا الصنم شو عم بيعمل صهيونيا وهيك راح له قال له انه يعني ليش هيك بتعمل وهذا غلط وكذا، راح اجى له ايش نقل على محل ثاني، وهذا جاب له بجيب لكم اسمه اظن اسمه جنرال بول. جنرال بول جاب لهذا الصنم الورقه وقال لهذا الصنم انا سلمتك فلسطين قطعه واحده، بدي توقع انك انت استلمتها قطعه واحده، لانه هو فاهم انه هذا الصنم في النهايه في ظل أغلبية عربية فلسطينية في المنطقة كيف بدها تصير صهيونية إلا بده يكون في طريقة للتقسيم. هاي بال 1947 انتشر خبر قرار التقسيم بشكل واسع جدا جدا. الشاشة اللي بعد هاي مظاهرة قامت وين؟ في القاهرة. شوفوا المصريين اللي كمان هم كانوا واعيين لأخطار التقسيم وفاهمين إنه إذا أكلت يوم أكل الثور الأبيض لما بده يحصل بفلسطين هيك هذا بده يأثر مصر، كيف المصري بده يطلع من مصر على الأردن بسيارته؟ كيف؟ معناته ما رح يقدر يطلع، رح يصير في جسم دولة غريبة في ظل هاي، ما يقدر الإنسان المصري يطلع بالقطار وبالباص كان يطلع من القاهرة يوصل عمان، بيقدرش هلا بسبب وجود هذا الاشي الغريب اللي بدهم يزرعوه. فبالتالي قامت مظاهرات في كل الوطن العربي، هاي الصوره من مصر بس في صور من دمشق ومن بيروت ومن بغداد ومن المغرب، الناس كلياتها فاهمه صارت واعيه انه في اشي مخطط كبير عم بيصير. الصهيونيه طبعا كانت شغاله وين؟ باواخر الخطط العسكريه، لهم سنه تقريبا بيعملوا خطط عسكريه. ماشي؟ هذه 1947، هاي بعد قرار التقسيم بالضبط. فشوف الشاشة اللي بعدها، مين هذا الصهيوني اللي بتعرفوه لما صار كبير؟ هذا كان عسكري كبير في الهجنة، رابين. بالضبط، إسحاق رابين اللي بعدين دخل في السلام وأخذ جائزة نوبل للسلام. هذا رابين شخصياً أشرف على تطهير عرقي لأول قرية فلسطينية بطريقة التطهير العرقي اللي كانوا يخططوا لها الصهاينة، واللي هي قرية قيساريا. وهذا الحكي بشهر 2 1948، يعني بفبراير 48 حوطوا قيساريا، كان معه 1000 من الصهاينة وطردوا إيش السكان اللي فيها بقوة السلاح. طبعا لما تيجي تعمل مجزرة بتقتل 4-5 من أهل القرية وبتقول لأهل القرية إذا ما بتطلعوا بصير فيكم زي هدول الناس نقتلكم. أهل القرية لا عندهم سلاح، وإذا عندهم سلاح عندهم 5 بواريد من العهد العثماني، وبريطانيا أصلا سحبت كل السلاح اللي عندها. بشهر 2 1948 كانت أول تجربة للتطهير العرقي عملوها الهجنة، وبناء عليه قرروا بشهر 3 1948 يوسعوا النطاق ويسيطروا مش على هاي المناطق تبعت قرار التقسيم بس، لا يسيطروا على ايش ما هم مخططين يسيطروا عليها. كان في فلسطينيين مقاومين في هذاك الوقت، طبعا كان في بعضهم اللي ما معهم سلاح، معهم سلاح بسيط جدا، ومن اشهرهم واهمهم الشهيد اللي راح تظهر صورته معانا. خلينا نشوف الشاشه التاليه، مين هذا؟ عبد القادر الحسيني رحمه الله، واللي استشهد في معركة القسطال وهو يدافع على الطريق بين حيفا ويافا والقدس، واللي فهم مبكرا انه هذا ما يعني حاربوه، طبعا حاول يبعدوه عن فلسطين. راح كان خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كان خريج الـIUC وفاهم المخططات الغربية، واستشهد وهو بيدافع عن فلسطين، واستشهد مع الشهداء الفلسطينيين 48 تقريبا في 10,000 شهيد فلسطيني استشهدوا لانهم دافعوا عن وطنهم لكن بدون ايش؟ بدون سلاح طبعا، وكان له ابناء. واحنا لازم زي ما بنعرف الصهاينه نعرف المقاومين الفلسطينيين اللي دافعوا عن فلسطين، منهم فيصل الحسيني الله يرحمه. خلينا نشوف الخارطه. شايفين الخارطة اللي بتبين قرار التقسيم بسلاح بسيط جدا، حتى جامعة الدول العربية ما أعطته سلاح، يعني سلاح بسيط، كانوا يشتروا سلاح بأثمان باهظة جدا، تعرفوا باع أرض جده عبد القادر الحسيني لحتى يشتري سلاح. طلع شايفين قرار التقسيم 47
في الخطة اللي على اليمين اللي هي خطة 49 اللي بعد كل عمليات التطهير العرقي اللي عملوها. المنطقة اللي بالبنفسجي هي المنطقة اللي سيطروا عليها الصهاينة ضمن قرار التقسيم، هي مع الدولة العربية بس، هم ولا اهتموا أصلاً، ملوش علاقة قرار التقسيم بهم بخطتهم. وبالتالي قطاع غزة شايفينه صغير صغير، فقد كل أراضي الزراعية تماماً، كل أراضي الزراعية راحت، وصار في عنا ما يعرف بالضفة الغربية وبقطاع غزة. الضفة الغربية اللي على اليمين وقطاع غزة اللي على اليسار، وهذول القطعتين من الدولة العربية ما في واصل بينهم. وعشان هيك حاولت الحركة الصهيونية بدقة انها تعمل نصين فلسطينيين. لو عملت وحدة كان يمكن هاي الوحدة قالت انا بدي اسمي حالي فلسطين، بس بما انه في تنتين ما في بينهم اي واصل جغرافي، بالتالي حرصت انها تمشي اشي اسمه فلسطين. صحيح يا محمد انه جامع الدول العربية انشأت بقرار بريطاني، واول اجتماع لها حضره مندوبين من المخابرات البريطانية. وطلعوا كيف الحركة الصهيونية سيطرت على 80% من مساحة فلسطين. 80% سيطر عليها من فلسطين. الفلسطينيين تهجروا في النصف الأول من 48 قبل ما يعلنوا إسرائيل كدولة. أكثر من نصف الفلسطينيين تهجروا في النصف الأول من عام 48 تحت نظر وبصر الامتداد البريطاني اللي كان عنده 70,000 جندي بريطاني بفلسطين، وشوي شوي عم بطلع من فلسطين وعم بش... الامتداد البريطاني اتفقنا انه هو ساهم بحيفا، نعم هاي الصورة، ساهم بالتطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين. مرحلة من مراحل الامتداد البريطاني حتى قبل ما يدخلوا الصهاينة كان يهجر الناس ويقول لهم اطلعوا ويجيب لهم سفن ويطلعهم، وهذا إشي كتير مهم. واللي سألني في أول محاضرة عن مقاضاة بريطانيا، هي مقاضاة بريطانيا يمكن جدا على الانتداب العسكري البريطاني بما في مساهمتها في التهجير، تمام؟ وبالتالي تطبيق تصريح بلفور وليس على تصريح بلفور. نعم تهجيرهم إجباري، يطلعوهم يقول لهم يلا لازم تطلعوا هلأ لأنه في مشاكل في المنطقة وفي حرب ممكن تصير ولازم تطلعوا، ويطلعوهم، طلعوهم من حيفا على عكا، بعدين الناس اللي وصلوا عكا شوي شوي أخذوا سفن وراحوا على لبنان، ومنه نشأ فكرة الفلسطينيين اللي في لبنان حاليا، يعني اللي لهم 70 سنة لاجئين فلسطينيين في لبنان. وهي صور حقيقية وكشف عنها مؤخرا لعلمكم، مش من زمان، يعني من أقل من 10 سنوات، يمكن أقل حتى من 6-7 سنوات طلعوا. أو أكثر، يعني في مسلسل درامي باللغة الإنجليزية بيهمني تشوفوه إذا قدرتوا، اللي هو قصة إنه الجيوش العربية طلبوا من الفلسطينيين يطلعوا بضريعة حمايتهم. هذا ثبت من قبل المؤرخين الإسرائيليين الجدد اللي هم مش صهاينة إنه مش صحيح. فمن الأخطاء الشائعة إنه العرب الجيوش طلبوا من فلسطين يطلعوا، هذا مش صحيح على الإطلاق. وأثبته أبي شليم في كتابه الانتداب البريطاني طلب من الفلسطينيين يطلعوا، هذا مزبوط. خلينا نشوف The Promise. مش عارفة إذا الدكتور خالد شاف The Promise وشفته The Promise. هذا مسلسل درامي من 4 حلقات عمله بيتر كوسمينسكي، موجود على اليوتيوب، هو باللغة الإنجليزية فقط على اليوتيوب. هو بيحكي عن قصة تهجير الفلسطينيين خصوصا من حيفا. لا لازم تشوفه دكتور، هذا جميل، هذا أجمل دراما وأقوى دراما عن فلسطين وبتحديدا عن التهجير بحيفا. وبيحكي عن قصة حقيقية بناء على شهادات الجنود الانتداب البريطاني اللي عملها جامعة أكسفورد في بريطانيا. وهي الرابط تبعه هو عبارة عن 4 حلقات، كل حلقة 1.5 ساعة، فهو 6 ساعات بس، هو ممتاز. وقوف الجيش العراقي عند حدود القرى وماكو أوامر، هاي صحيحة، مش إشاعة. كل الجيوش العربية كانت تحت سيطرة الانتداب البريطاني، وقصة الأسلحة الفاسدة المصرية هاي صحيحة كمان. ممكن تعملوا كوبي بيست لما يبعث لكم، أو أي أخي سامر ممكن تكتب تعملنا بس كوبي بيست من 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 هذا اللينك، أو أبعث لكم إياه أنا على الإيميل، أبعث لكم إياه، ما في مشكلة. بس إذا كتبتوا The Promise بيتر كوسمينسكي على اليوتيوب بيطلع لكم على طول. هو مخرج بريطاني كتير مشهور، يهودي أصلا وممتاز. يعني إذا
خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها. التهجير والتطهير العرقي تضمن المجازر، قتل الفلسطينيين بدم بارد في الشوارع، قتل قتل، يعني كان في قتل في حيفا، هاي صورة من حيفا، يقتلوا الناس فالناس ترتعب طبعا انه في قتل في الشوارع لإلها. الشاشة اللي بعدها. النكبة الفلسطينية هي تهجير كامل، هاي صورة لسيدة في القدس. كل فكرة ان القدس لم تسقط في عام 48 طبعا هذه كذب، فاهمين انتوا، هذا خطأ شائع. ثلاث أرباع مدينة القدس العاصمة اللي شفناها في الصورة بال 1898، القدس الحقيقية ثلاث أرباعها سيطر عليه الصهاينة في عام 48، الربع اللي هو من ضمن البلدة القديمة كان إيش ب 1067. سؤال كتير حلو يا تقوى، مين كان يغطي إعلاميا؟ كان في مراسلين للأسوشيتد بريس، لرويترز، مراسلين لوكالات الأنباء العالمية، ومنهم في بسيسو كان فلسطيني، هو كان يغطي للأسوشيتد بريس في هذاك الوقت بال 48، ما زال موجود، أنا قابلته موجود ضيف في فيلم النكبة، وكان في مراسلين، بس طبعا التقنيات الفيديو ما كانت كتير متوفرة، وكانوا كتير الصليب الأحمر يكتبوا تقارير ممتازة عن الوضع بفلسطين وترتفع للأمم المتحدة وفيها حقائق تاريخية مهمة. نعم، قصة خروج الفلسطينيين بدعوة الجيوش العربية غير صحيحة، وهي كانت دعاية صهيونية، وثبت بالوثائق. أبي شليم سمع جميع الإذاعات العربية في ذاك الوقت وأثبت أنه ما في ولا منشور من إذاعة عربية، أو يعني لأنه ما كانش في تلفزيون وقتها، كان صحف وكان إذاعات. الأهل المشكلة أنه في إشاعات صهيونية في ذاك الوقت انتشرت، لما تسألهم ما بيقولوا لك انه فلان في الجيش الفلاني قالنا هيك، لا، بيقولوا لك انه سمعنا انه قالوا هيك هيك عن عن عن، ولكن هذا لا ينفي تقاعس الجيوش العربية، ورح نحكي عن هذا الموضوع على وجه التحديد بعد شوية صغيرة. اعطوني بس شوية صغيرة. الشاشة اللي بعدها، شايفين هنا هذا الصهاينة يعتقلون الفلسطينيين ويضعونهم في معسكرات اعتقال، هاي الصورة في اللد، يعني نفس اللي كانت تعمله بريطانيا، مين هلأ صار يعمله؟ الحركة الصهيونية لاعتقالات. شوف الشاشة اللي بعدها، المعتقلين هدول شو كانوا يستخدموهم الصهاينة؟ بالإجبار بقوة السلاح تفريغ البيوت الفلسطينية من محتوياتها، بيوت الفلسطينية، الأثاث اللي فيها، السجاد، الكتب، الأوراق، الصور، مين فرغها؟ الصهاينة. زائد استخدموا الفلسطينيين المعتقلين، في ناس اعتقلوا أكثر من سنة من قبل الحركة الصهيونية، وبعدين إما قتلوهم أو أبعدوها وحطوهم بشاحنات ورموهم برا الحدود، بهذا التعبير كانوا يستخدموا، ارموهم برا الحدود. الصهاينة، شايفين الجنديين الصهاينة اللي عم بيشرفوا على عملية السخرة، يعني سخرة المعتقلين الفلسطينيين، كمان استخدموهم في الدفن، دفن الجثث كلها. المعتقلين الفلسطينيين هم اللي كانوا يعملوها تحت الإرهاب الصهيوني. الشاشة اللي بعدها. وبالتالي في 14/5/48، بعد ما كان تهجر نص الفلسطينيين ونص القرى الفلسطينية تم تهجيرها، وخمس مدن فلسطينية رئيسية كلها تحت نظر وبوجود الانتداب البريطاني في 14، وقبل ما يدخل أي واحد من الجيش العربي، نص الناس تهجروا قبل حتى ما أي جندي واحد عربي يدخل على فلسطين، لأن التهجير بدأ، اتفقنا إحنا بشهر 2 و3 48، وإحنا عم نحكي عن شهر 5 48 ب 14/5. هاي الورقة اللي هي وقع عليها هاري ترومان الرئيس الأمريكي بالموافقة على إنه شو كاتبين بالضبط هم؟ This government has been formed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine. إنه في فلسطين تم إعلان دولة يهودية، وأمريكا تعترف بهاي الحكومة وبتسمي هاي الدولة لأول مرة، كان مكتوب of the new Jewish state، شطبها بخط الإيد برصاص وكتب of the new state of Israel. وقتها ظهرت لأول مرة كلمة state of Israel اللي هي في السطر الأخير، شايفينها إنه authority of the state of Israel، ما كانتش إسرائيل مكتوبة، كتبها بخط الإيد ووقع عليها الرئيس الأمريكي هاري
ترومان، هاري ترومان، وتحت مكتوب التاريخ 14/5/48 خلال دقائق بعد إعلان بن غوريون لإسرائيل في متحف الفن في تل أبيب ب 14/5/48. وإذا بتشوفوا فيلم النكبة بتعرفوا ليش 14/5 مش 15/5، وبرضه هذا خطأ شائع إن النكبة طلعت 15/5. النكبة الفلسطينية كل عام 48 نكبة فلسطينية، 15/5 هو أول يوم دخلوا فيه الجيوش العربية، وكان يعني روسيا وأمريكا اعترفت فيها. طبعا الفرق إنه ما كانتش كلمة إسرائيل منتشرة، كانوا دائما يقولوا جويش بالستاين، جويش بالستاين يعني فلسطين اليهودية، ما كانش حدا عارف إنه راح يسميها إسرائيل إلا في هذاك الوقت يوم ما أعلنوا الدولة، وكانوا يقولوا إيرتس إسرائيل، أرض إسرائيل اللي هو الاسم التقليدي القديم، بس ما كان في قرار يسموها إسرائيل. فحتى الصهاينة نفسهم لسنوات بعدها حوالي سنة سنتين ظلوا يقولوا بالستاين بالستاين، هم حتى الصهاينة لأنهم متعودين على كلمة بالستاين. ونشأت في الصورة اللي بعدها أطول مشكلة لاجئين في القرن الحديث، وهي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وهي صورة لمخيم للاجئين الفلسطينيين نهر البارد في بدايات تأسيسه واللي مستمرة لحد اليوم، وهو مخيمات اللجوء، وأن الفلسطيني لم يسمح له بالعودة إطلاقا إلى وطنه، ليس فقط تهجير، ليس فقط طرد، تطهير عرقي. شو الفرق؟ خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها، وبنصحكم تقرأوا كتاب إيلان بابي اللي راح يظهر معنا في الشاشة التالية، وهو عنوانه التطهير العرقي في فلسطين، وهو مؤرخ إسرائيلي ضد الصهيونية، بيشرح شو التطهير العرقي أوسع من النكبة والتهجير، لأنك أنت بتمحي آثار الناس من فلسطين. هون لما نيجي على السؤال تبع جروب باشا، خلينا ناخذ الشاشة اللي بعدها. هذه ورقة من كتاب بلادنا فلسطين للعارف، ومش بأشهر محدودة، يعني نص الناس تهجروا بالنص الثاني بالنص الأول من 48، ونص الفلسطينيين تهجروا بالنص الثاني من 48. بالنهاية تهجر حوالي 750 ل 850، ما عندناش أرقام دقيقة، 750 ألف إلى 850 ألف فلسطيني. كويس، هم اليوم أكثر من 7 مليون فلسطيني. لماذا تركوا بيوتهم؟ مش تركوا، لماذا هجروا؟ لماذا طردوا؟ لأنه عملوا مجازر في كل قرية وكل مدينة، كل قرية وكل مدينة صار فيها مجزرة، وتم تهجير الناس، يحوطوهم من 3 جهات، يتركوا الجهة الرابعة مفتوحة ويطلعوهم. في قرى حوطوها من 4 جهات وقتلوهم كلهم، زي مجزرة الطنطورة. طنطورة ليش انشهرت؟ لأنه مش بس عملوا مجزرة صغيرة، وهذا لماذا لم يصمدوا؟ أي واحد صمد وقعد في أرضه قتلوا. ليش ضل 160 ألف فلسطيني من المليون فلسطيني اللي هم هلأ المليون ونص اللي هم أصحاب البلاد؟ مش لأنهم هدول هم اللي صمدوا ولا هدول هم اللي قاوموا، لا، بسبب أنه الحراك، العمليات العسكرية الصهيونية صار فيه جيوب، يعني الصهاينة يتمددوا في مكان، وشو يصير؟ يصير وراهم فلسطينيين، فإذا بدهم يطردوهم صاروا هم محوطينهم من كل الجهات، وهكذا كثير من الأحيان بقي ناس فلسطينيين بالصدفة. منطقة الناصرة بشكل أساسي الفاتيكان طلب من الصهاينة إنه ما يصير فيها مجزرة، واللي صار إنه تهجرت القرى اللي حول الناصرة للناصرة، وصارت أكبر تجمع عربي في الداخل الفلسطيني لليوم. في بعض القرى الدرزية والشركس مش بالصدفة، بتعمد الحركة الصهيونية إنه يعملوا أقليات ويلعبوا على الأقليات فرق تسد، أما الباقي كله كان بالصدفة عدا الناصرة. ليش يا زاهر؟ اكتب لنا ليش مش بالصدفة عشان أفهم عليك النقطة اللي بتحكيها. خلينا أرجع على جروب باشا والجيوش العربية، ماشي؟ الناصرة بسبب علاقته، بأن الفاتيكان المناطق المسيحية خاف إنه يصير مجازر ويصير يعني العالم يعني يقوم على المنطقة. لا، هذا مش صحيح، إنه اللي ما قاوم ضل واللي قاوم طردوه، ماشي؟ هاي كلها كمان أشياء حاولوا الصهاينة يغرسوها عشان يعملوا فرق تسد. في مناطق، في قرى كان ما عندهاش أي وسائل مقاومة وبرضه طردوهم، وفي قرى
حاول بعض الشباب اللي فيها يقاوموا، كلهم بأشياء جدا محدودة وبشكل فردي وجماعي صغير جدا، لأنه ما كان في قيادة موحدة إطلاقا، وتم طردهم. جروب باشا شايفين هو قائد الجيش العربي في القائمة، بس في خطأ شائع إنه هو لحاله، لا، في حوالي 60 قائد بريطاني تحته، يعني اطلعوا، مساعد قائد الجيش، قائد الفرقة الأولى، أركان حرب الفرقة عمليات، ماشي؟ في بعضهم يا سعد ضل في بيته، هدموا عليه البيت فوق راسه ومات الله يرحمه وصار شهيد. النفس الإنسانية هلأ لو يجوا إحنا عنا هلأ على هاي الغرفة ويقولوا لنا في مجزرة بالغرفة الثانية وبدهم إيش؟ يطردونا من هذا المكتب، شو بنعمل؟ بنضل قاعدين عشان ينزل علينا ونموت؟ لا، بنروح علشان نحاول نعمل إشي في المكان الثاني. طبعا في ناس تهجروا من قرية عقرية، صاروا مهجرين داخل، وبالضبط هلا احنا شايفين في العراق وفي سوريا شو صار. التهجير الداخل حوالي شو اسمه، حوالي يعني ربع فلسطين، ربع مليون حاليا مهجرين داخل، شايفين القائمة. فبالتالي الجيش الأردني اللي كان أهم جيش عربي من ناحية الإعدادات كان مسيطر عليه من قبل البريطانيين بالكامل، لأنه كان في انتداب بريطاني على الأردن، وبالتالي كل القادة كانوا بريطانيين وهم اللي تحكموا بالتفاهمات مع الصهاينة. في ناس ما هجروا، هذول اللي ما هجروا كان، نعم، كان في كلهم حوالي 60 قائد إنجليزي، 47 منهم مهمين في قيادة الجيش الأردني، موجودة أسمائهم بالكامل في كتاب التعريب الجيش صار بال 56 في الأردن. هل الإرهاب الصهيوني، بدي أتأكد لكم من السنة، بال 56، هل الإرهاب الصهيوني توقف؟ في بعض الناس الخفيفين مظبوط طلعوا، غزيات الحدود مش مسكرة بالكامل زي اليوم، كان في حراك، صار المملكة الأردنية الهاشمية صارت بالستة وأربعين. طيب ليش البريطانيين ظنوا ما سنوقفوا بآخرهم؟ احنا اتفقنا على هاي النقطة، فبدنا نتجاوز عنها. خلينا ناخذ الشاشة اللي بعدها، خلص بقي على المحاضرة دقائق قليلة وننهيها. الإرهاب الصهيوني لم يتوقف، الكونت السويدي الفولك برنادوت وهو كان يمثل الأمم المتحدة في ذلك الوقت مندوب للسلام، إجا على فلسطين قال إنه هدول اللاجئين الفلسطينيين سنة 48 لازم يرجعوا، فقتلوه، قتلوه للصهاينة بعد ما صاروا جيش، بعد ما الإرغون وشتيرن والهاجنة توحدوا، أي واحد كان يحكي ضد الصهيونية كانوا يقتلوه. اليوم إحنا ركزنا على مرحلة لعند 48، لكن طبعا التاريخ الكونت برنادوت، كان كونت فولك برنادوت جزء من العائلة المالكة السويدية، قتلوه داخل فلسطين، نعم قتلوه في القدس، وفي فيلم النكبة في تفاصيل القصة. أنا بشجعكم من هون لعند ما تخلصوا دبلوم الدراسات الفلسطينية هذا العام تكونوا شفتوا النكبة الأربع ساعات، كمان تكونوا شوفوا خلينا نشوف الشاشة اللي بعدها، هذا الكونت برنادوت، الفولك برنادوت اللي انقتل في القدس، كان معاه مساعده كمان فرنسي قتل، سيروت. شوفوا حلقة واحدة اسمها السلام المر، علشان ما ممكن تفهموا السلام أو الصلح بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منظمة التحرير الفلسطينية وحزب العمال الإسرائيلي، إلا لتفهموا السلام مع مصر. وعشان هيك شوفوا السلام المر اللي هو ساعة على اليوتيوب، طبعا خميس تقدر تغادر وعندك الهذا. لا مش صورة جلوب باشا، صورة الكونت برنادوت السويدي، السلام المر ساعة موجود بكذا لغة منها اللغة العربية والإنجليزية. شوف الشاشة اللي بعدها، مصدر آخر للمهتمين بسلام الشجعان هو ثمن أوسلو اللي هو ساعتين، بشرح كل قصة الدور النرويجي وليش النرويج دخلت على الخط، يعطيك ألف عافية.
وللمهتمين أكثر. فبالتالي أنا بنصح كل حدا بدرس هذا الدبلوم الدراسات الفلسطينية يحضر النكبة والسلام المرسم الأوسلو مشان يفهم منيح المحطات الأساسية الفلسطينية، واللي بعدين حابب إنه هو يتعمق عن فلسطين بعد ما تخلصوا الدبلوم، في مصدر تاني بنصحكم فيه، وفي أفلام ممتازة عن فلسطين اسمه ريمكس فلسطين، في أفلام من كتير مواضيع بتهمكم palestineremix.net، أو على اليوتيوب تقدروا تشوفوا كل هاي الأفلام. كان هدفنا من هاي المحاضرة في الشاشة اللي بعدها إن شوية ندقق إنه ما بكفي بس نعرف المعلومة، لازم نعرف روح المرحلة. أي مصدر حدا بوصل لك إياه دقق بالمعلومات تبعه، دقق فيها مرة ومرتين وثلاثة، ودائما حاول تربط اللي صار بال 1917 و 1860 باليوم، لأن الماضي مربوط بالحاضر ومربوط بالمستقبل بشكل أساسي. الشاشة اللي بعد. وكل واحد فيكم عنده دور إنه هو سفير لفلسطين، ما بنستنى واحد يقول لك أنت صرت سفير لفلسطين، أنت سفير لفلسطين من اليوم. أنت سفير لفلسطين لأن المعلومات اللي بتعرفها في كتير ناس حواليك ما بيعرفوها ومهتمين، وأنت عليك واجب، وهذا فرض عين مش فرض كفاية إن الواحد يعرف عن فلسطين. كل واحد فينا، كل عربي وكل مناصر لفلسطين لازم إنه هو يعرف لحتى يعرف يدافع عن فلسطين. الشاشة اللي بعد. وبالتالي المصادر متنوعة، في مصادر بصرية، يعني كل شخص يا ياسمين لازم يكون عنده يهتم بأنه يعرف عن فلسطين. في ناس بحب يحضر دراما، بحب يحضر The Promise، في ناس بحب خرائط، بحب يروح على باسيا، في ناس بحب يشوف السلام المر لأنه مهتم بهاي المرحلة، في ناس بحب يقرأ مذكرات شخص، في ناس بحب يقرأ الكتب التاريخية. في كتير مصادر حلوة عن فلسطين ومهمة إنه الواحد يعرفها. بعد ما تشوف من عدة مصادر، الشاشة اللي بعد، بدنا نربط التاريخ مع بعضه، بدنا نربط اللي صار. طبعاً دكتور إحنا تذكرنا موسوعة الدكتور المسيري، هاي موسوعة كبيرة ومهمة. أنتوا في المرحلة إذا مش قادرين أنكم تقرأوا الموسوعة بالكامل، أنا بنصحكم تقرأوا الجزء السادس منها، لأنه بيختص بمحاضرتنا المرة الماضية. للأسف ما في كتاب مهم يعني يربط النكبة بالمحيط العربي، على الأقل أنا ما عنديش اطلاع يعني على مصدر أنصحكم فيه يكون كويس. يعني طبعا في صعوبة، لكن التاريخ هو الحياة، التاريخ هو إحنا. أنتوا هلأ عم تصنعوا التاريخ، أنتوا اللي بتدرسوه هلأ وبتعيدوا دراسته هو تاريخ. وبالتالي إحنا الوضع الفلسطيني فعلا يستحق إن إحنا نهتم فيه. ناخد الشاشة اللي بعدها. البروميس مترجم للعربي لكن مش متاح على اليوتيوب، يعني مش موجود باللغة العربية على اليوتيوب. موسوعة مهمة جدا جدا، موسوعة الراحل المسيري. بتقدروا تراسلوني إذا عندكم أسئلة، بنحط إن شاء الله أنا والأخ سامر والدكتور محمد ياسر عمر فريق الأكاديمية الأبطال الممتازين المحاضرة هاي تبعتنا، راح نحطها بعد ما نمنتج الإشكاليات التقنية اللي فيها على صفحتي على فيسبوك وعلى تويتر، راح أعطيكم إياها، ومنحطها كمان على اليوتيوب على الشانل تبعتي، قناتي على اليوتيوب. وإذا عندكم أي أسئلة تقدروا أنكم تحطوها على الموقع والكل يستفيد وكمان نجاوب عليها. وفي النهاية بشكركم واحد واحد، في فوز 3-1 للمهتمين بالرياضة حاليا واللي في المحاضرة مهتمين بمتابعة الأخبار الرياضية، يعطيكم ألف عافية. أنا سعيدة جدا بإني معاكم وعم نتواصل، وإن شاء الله أنكم ببقية المحاضرات وما بقية المحاضرين تستفيدوا، بتشكلوا فعلا فريق قوي لحتى يفهم عن فلسطين. يعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا للأستاذ سامر الصالح والدكتور محمد ياسر عمر، في أمان الله.